السلام عليكم، آسفين على التأخير، ما أدري بديت ولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ والله بخير دكتور، تعطيني 10 دقائق أصلي وأرجع. صلي يا باشا، الله يبارك لك، رب تقبل عما ما نكون مجهزنا، نعمل ألاف. يلا يلا ادعينا بالسماع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عامل ايه؟ والله الحمد لله رب العالمين. كيف أحوالك؟ الحمد لله دكتور، الله يخليك، والله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله. يا باشمهندس أسامة، كيف حالكم يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان نبدأ كده. خير؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله بقى. الحمد لله رب العالمين. وحد يقول لي انا كنت بذاكر او قريت حاجه من اللي اخذناه امبارح واول امبارح، في حد ذاكر حاجه؟ الحمد لله ما حدش، نعم وفضل من الله. طيب تكلمنا احنا امبارح واول امبارح تمام على ايه؟ على قلنا الذره وايه الذره وتكويناتها، وبعد كده قلنا ايه هو الاشعاع وايه انواع الاشعاع وايه انواع الاشعه، ان كانت بارتكلز اور راديشن الكترومغنتيك راديشن تمام. وقلنا بعد كده ان هو الاشعاع ده لازم هيطلع الذره هتفقد الاشعاع او تبث الاشعاع ده او تطلع الاشعاع ده او يحصل لها انحلال، كله عن طريق ايه؟ معادله اسمها معادله لوغاريتميه اللي هي الاي الاي بتساوي اي نود اي اس سالب لامدا تي. طيب بعد كده قلنا ايه؟ قلنا والله احنا الاشعاع، اتكلم الدكتور سعد امس كلمكم طبعا على ازاي نستكشف الاشعاع. احنا الاول قبلها اتكلمنا قلنا تفاعل الاشعاع مع الماده هيكون ازاي. قلنا والله انا عندي الاشعاع اساسا يتكون من اشعه يا بارتكلز يا الكتروماجنتيك راديشن، يعني مش بارتكلز ملهاش جسيمات، يا جسيمات يا غير يا ايه يا ويفز او موجات. طب الجسيمات نفسها قلنا والله اللي هيبقى منها في جسيمات مشحونه وفي جسيمات غير مشحونه، والجسيمات المشحونه قلنا حينقسم الى جزئين، جسيمات مشحونه وحجمها ووزنها ثقيل تمام، وجسيمات مشحونه خفيفه زي مين؟ زي بتاعه الالكترون او بيتا سوري تمام. فقلنا والله اول حاجه الجسيمات المشحونه الثقيله دي خلاص دي يعني بسم الله ما شاء الله عندها الكتله وعندها شحنه كبيره خالص زي الفا، فبالتالي دي هتبقى ايه؟ هيبقى عندها المقدره ان هي وماشيه اول شيء لو اصطدمت تصادم مباشر هتنقل شحنتها لايه؟ للاجهزه اللي قدامنا. لو اصطدمت تصادم غير مباشر يعني مشت قريب من اي
جسيم زي الكترون او كذا هتاثر عليه، تمام؟ فبالتالي ايه؟ فبالتالي هيكون عندي ايه؟ عندها المقدره على كل ده. فبالتالي هيبقى ان هي لما تكون ماشيه باقل فتره اقل مسافه هتعمل عدد تأينات شديده خالص. وممكن هي تصطدم بالنواه فتروح، تقدر عشان هي وزنها ثقيل وشحنتها كبيره تقدر تاثر على النواه وتعمل تفاعل نووي داخل النواه، وده بيحصل عندي في اجهزه القياس النوويه. في مين؟ زي اجهزه اللي بتطلع التفاعل بتاع النيترونات اللي هو تفاعل الفا مع الامريشيوم. الامريشيوم يطلع الفا ويصطدم بماده اسمها ماده البريليوم، يطلع ناتج ايه؟ كربون زائد ايه؟ يوسين بيتا. او بيتا نفسها ده الجزء اللي هو الثقيل، خلاص التفاعلات وهي حتتم بالطريقه دي، بطريقه البلطجه بنسميها. الجزء الثاني اللي هو بيتا اللي هي جسمها خفيف خالص، تمام؟ ودي هتعمل ايه؟ دي هيبقى التفاعل بتاعها يا اما ان هي هتصطدم بالنواه، لو اصطدمت بالنواه تمام؟ او اقتربت من النواه، النواه هتعمل عمليه سحب او يعني تعمل عمليه انكباح، تمام؟ فبتطلع لي اشعه جام، اشعه اكس راي الانكباحيه. كل ما يزيد حجم او كتله بتاعت الذره ويكون فيها عدد البروتين، يعني هيفي ميتالز او عناصر ثقيله يكون فيها كتير خالص، فبالتالي ده كله هيؤدي لمين؟ يؤدي ان الذره يحصل لها تطلع لي اشعه انكباحيه كثيره خالص. طب في الحاله الثانيه ان هي تمشي، لا تصطدم البيتا دي تصطدم بالنواه، تصطدم بالالكترون، يا هتصطدم بالالكترون داخلي يا الكترون خارجي. الكترون داخلي هتعمل ايه؟ تديله مقدار من الطاقه ويروح يعمل ايه؟ ينتقل لمدار اخر ويطلع لي اشعه اكس راي الانكباحيه المميزه الكاركترستيك اكس راي دي واحد. طب فبالتالي لما تكون الماده ثقيله هيطلع لي ايه؟ اشعه انكباحيه كثير. لما تكون الماده ثقيله برضه هيبقى عدد البروتونات، عدد الالكترونات الموجوده عندي كثير، فبالتالي برضه تطلع لي اشعه اكس راي ايه؟ الانكباحيه برضه ايه؟ الاشعه اكس راي المميزه كثيره خالص. طيب ايه ثاني؟ ان هي ممكن احتمال تصطدم بالكترون خارجي، لا الكترون خارجي يبقى كله زي بعضه، زيها زي الخفيف زي الثقيل، يبقى لو كانت معاها الطاقه تكفي، البيتا دي طاقه تكفي تعمل تأيون، هتخليه يعمل تأيون ويبدا ايه؟ ايون موجب وايون سالب. فالكلمه اللي اتكلمناها دي عشان نقول لما يجي الدكتور بعد كده، دكتور نصار بكره يتكلم معاك على الحواجز او الدروع الاشعاعيه، تقول له اه لما انا استخدم بيتا ما ينفعش استخدم حاجز يكون هيفي ميتالز زي 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 الرصاص. ايوه ما ينفعش. ليه؟ لانه هيكون في التوقيت ده هيعمل لي لما يصطدم ببيتا هيطلع يا اشعه انكباحيه يا يطلع اشعه ايه؟ اشعه سينيه زياده. فبالتالي انا محتاج يكون عندي عنصر خفيف، عنصر خفيف عشان ايه؟ يقدر يعمل لي عمليه درع او ايه؟ شيلدرنج للايه؟ لاي عنصر، لاي مصدر من الاشعاع يكون ايه؟ الطاقه بتاعته بيتا فيها، بتطلع ايه؟ اشعاع بيتا. النوع الثالث قلنا لا خلاص احنا خلصنا موضوع الجسيمات لو كانت ثقيله او خفيفه. قلت الجزء الاخير لو كانت الكترومغنتيك راديشن اشعاع، لو مشى بينه وبين الذره او بينه وبين النواه ما فيش ميكروميتر، ما فيش نانوميتر، مش هيحصل حاجه. ليه؟ لازم يكون تصادم مباشر. لو تصادم مباشر يبقى هيروح يعمل له عمليه ستوبنج للراديشن دي، الاشعاع بتاعه، وتنتقل الطاقه للالكترون اللي هو يا اما هيحصل له تأيد، يا اما هيحصل له اثاره، يا اما انه يصطدم بالنواه. لو اصطدم الاشعاع بتاعي بالنواه اللي هو الجاما راي او الاكس راي، اصطدموا بالنواه، الاحتمال ان لو كانت طاقته عاليه خالص، طاقته اكتر، احنا قلنا الطاقه اللازمه تخلي الالكترون يسيب مكانه ويمشي اللي هي احنا ايه؟ 511 كيلو الكترون فولت، تمام؟ او اقول انت 511 ميجا. طب ايه معنى انه انا عندي الكترون موجود لو اخذ الطاقه دي 511 ميجا الكترون فولت، او 511 ميجا الكترون فولت، هينطلق يعني طاقه الربط بتاعته، طاقه الربطه بالذره دي القيمه دي. فلو هو عندي الفوتون الطاقه نفسها عندي طاقه اكثر من ال 511 في 2 يعني 1.22 من 1000 ميجا الكترون فولت، لو اصطدموا بكتله ثقيله زي
زي النواة اللي فيها عدد من البروتونات الكثير خالص، ممكن تفتت الراديشن بتاع الجاما ري الى كتلتين، اللي هو الفكره بتاعت مين، بتاعت حاج اينشتاين، اللي قال لك الكتله والطاقه وجهان لعمله واحده، فيتحول الى كتلتين متساويتين في الكتله ومتضادتين في الايه، في الشحنات، ولهم في الشحنه ولهم نفس الايه، نفس الطاقه، اللي هي ايه، هيبقى عندي بيزترون وعندي الكترون، اللي بنسميها انهيليشن ايه، راديشن، انه يحصل عمليه تلاشي او يتفانى عندي الايه، الاشعاع بتاع ايه، الاشعاع الجاما، وتتكون عندي ايه، بيتا وايه، وبيزترون، او انه اشعاع الجاما نفسها تصطدم بالكترون، بتصطدم بالكترون داخلي، خلاص تعمل له الاثاره، ودي محتاجه اقل طاقه. يعني ايه، انا هقسم اشعاع الجاما يا شباب الى ثلاث طاقات، طاقة أكبر من 1.22 من ألف ميجا إلكترون فولت، اثنين طاقة أقل من 1.22 من ألف ميجا إلكترون فولت بس أكبر من 0.511 ميجا إلكترون فولت. الجزء الثالث تكون الطاقة تحته أقل من 0.511 ميجا إلكترون فولت. يبقى لو كانت أقل من 0.511 ميجا إلكترون فولت، ملهوش غير تفاعل واحد بس مع المادة، إنه يصطدم بالمادة ويديها مقدار من الطاقة تتحول إلى إلكترو، اللي هو الأشعة الكهروضوئية، إلكترو فوتو إلكتريك، تمام؟ يبقى التفاعل الوحيد المتاح لأشعة الجاما التي طاقتها أقل من 0.511 ميجا إلكترون فولت، أنها لا تفعل إيه؟ انها لا تفعل ايه، لا تفعل اللهم صل وسلم، ما تفعلش غير الفوتو الكتريك، تمام؟ طيب لو كانت طاقتها اكتر، يبقى هيبقى عندها تفعل ايه، تعمل ايه التفاعل بتاعها مع الجاما، مع الذره. يا اما لو طاقتها اكتر من 511، يبقى لو اصطدمت بالكترون خارجي هتخليه ياخد ال 511 دي ويفك ويهرب، يحصل لي التأين. ولو اصطدمت بالالكترون داخلي هتدي له طاقه تخليه يعمل عمليه الالكترو الفوتو الكتريك. يبقى عندها لما تكون طاقه الفوتون جاما بين اكثر من 511 كيلو الكترون فولت واقل من 1.22 من 1000 ميجا الكترون فولت، يبقى ما لهاش احتمال لما تتفاعل مع الماده غير احتمالين بس، يا فوتو الكتريك يا كومبتون سكتر، اللي هو ايه، تشتت كومبتون. تشتت كومبتون ان هي تصطدم بالالكترون، الالكترون ياخذ الطاقه دي الكافيه ان هو يهرب منها، اللي هي 511 مثلا كيلو الكترون فولت، ويمشي في اتجاه، وجاما دي تمشي في اتجاه ايه، في اتجاه اخر. طب لو طاقته اكتر من 500 من 1000 من 1.22 من 1000، يبقى هيدخل يلعب في الماده براحته، هيروح يصطدم، لو اصطدم بالنواه يطلع بيتا وبيزترون، لو اصطدم بالكترون داخلي يعمل الفوتو الكتريك، لو اصطدم بالكترون خارجي يعمل الكومبتون سكتر، يبقى دي الايه، الثلاث حالات بتاعتها. السؤال هنا بيبقى في الاختبار، يقول لي والله عندك اشعه اكس راي او اشعه جاما طاقتها مثلا 6 من 10 او 600 كيلو الكترون فولت، ما احتمال تفاعلها مع الماده؟ هتروح تقول والله عندوش غير ثلاث احتمالين بس، عشان هو اكثر من 511 كيلو الكترون فولت، يبقى اما هيتفاعل فوتو الكتريك يا كومبتون ايه اسكتر. طيب او يقول لك والله انا عندي اشعه جاما مقدارها 1.2 من 10 ميجا الكترون فولت، 1.2 من 10 ميجا الكترون فولت، اي من التفاعلات الاتيه الصحيحه في ايه، في الاختيار اللي جاي مع تفاعلها مع الماده؟ واحد، ان هي تتفاعل مع تفاعل كومبتون، اثنين تتفاعل تفاعل الفوتو الكتريك فقط، ثلاثة انها تتفاعل فوتو الكتريك وكومبتون و انهيليشن، او اللي هو اسمه البير برودكشن او انتاج الازواج. طبعا لما تكون الطاقة اكبر هختار الثلاثة. طب هو ممكن يجيب سؤال ثاني، ايه هو؟ يقول لي انا عندي نفس الفوتون ده تصادم مع الماده، تصادم مع الذره، مع ماده. طيب واداني اربع احتماليات عندي، قال لي انا هعتبر
الفوتو الفوتو إلكتريك نمبر 1 وي الفوتو إلكتريك نمبر 1 وي ال الكومبتنس سكاترينج نمبر 2 وي الاخير مين الاخير اللي هو انتاج الازواج او البير برودكشن نمبر 3. طيب هو بيقول لي انا في الشيء بتاعي انا في التفاعل هل هو هيبقى التفاعل من هم اكثر واحد ثم اثنين ثم ثلاثه اكتب عندك واحد هو الفوتو الكتريك اثنين كومبتون سكتر او تشتت كومبتون ثلاثه هو انتاج الازواج عند تفاعل اشعه جامعه ذات طاقه 1.2 ميجا الكترون فولت اي من التفاعلات الاتيه اي من الاجابات الاتيه صحيحه واحد انه هو حيتفاعل رقم فوتو الكتريك اكبر من الكومبتون سكتر اكبر من البير برودكشن تمام يعني واحد اكبر من اثنين يعني هكتبها كده اهو واحد اكبر من اثنين واكبر من ثلاثه او اثنين اكبر من واحد اكبر من ثلاثه او ثلاثه اكبر من واحد واكبر من اثنين او ثلاثه أكبر من اثنين وأكبر من واحد. السؤال عندي إنه التفاعل جامعة دي الطاقة بتاعتها 1.2 ميجا إلكترون إيه فولت وكانت تتفاعل مع البي بي مع الرصاص مع الليد تمام؟ اي اجابه فيهم صح الاولى واحد ولا الخامسه واحد مش خمسه لا والله صح اربعه طب هم اربعه طب الاولى ليه الاولى لانك طاقته هتمشي تعمل خطوه يعني خطوه اول حاجه هتعمل ظاهره كهربائيه بعد كده تعمل تشتت بعد كده تبدا في اخر خالص متوصل للطاقه تعمل انتاج الازواج مرحله مرحله يعني هو هيمشي بالترتيب راي متربي ده موظف حكومي 100% لما هو انت بتقول حضرتك تقول الاولى تمام اه وانا بقول لك الاولى برضه بس انا عايز تفسير منطقي بتاع الترتيب هو حيدخل الصف الدور الاول بعد كده الثاني بعد كده يدخل اخر دور الدور الاخير يسلم على الناس ويمشي لا فكر لي فكره ثانيه مش مهندس اسامه انا قصدي ايه ان هو مقدار الطاقه ال 1.2 ميجا كيلو فولت تمام هتكون كبيره خالص بالنسبه لمين؟ بالنسبه للظاهره بالنسبه للظاهره الكهربائيه تمام هتاخد كميه مقدار معين من الطاقه هيبقى الطاقه المتبقيه كميه برضو كبيره لسه ما خدتش الطاقه لسه ما خدتش هتبدا تعمل تشتت وهكذا جميل ممتاز طيب انا قصدي كده يعني كميه الطاقه كبيره عن مرحله معينه طب يا شباب لو نفس السؤال هو نفسه بس انا قلت بدل الرصاص قلت البريليوم او قلت الهيدروجين مثلا كمثال يعني عنصر خفيف ايه الاحتمال هيبقى الاجابه النافيه صح هي نفس الاجابه ولا هتختلف باختلاف الماده؟ ليه انا ذكرت قلت لك بقول لك هيدروجين او ماده خفيفه؟ فاكر يا باشمهندس اسامه ان انا عندي ذره النواه واول مدار فيه 2 الكترون، ثاني مدار فيه 3 الكترون، ثالث مدار فيه سوري ثاني مدار فيه 8 وبعد كده ها في 8 او في وهكذا تمام لما تكون ذره زي اي ما حتى سامعني اختلاف الايه المواد لما تكون ذره زي ايه ثقيله زي عمتنا الحج ايه زي الحج الرصاص الليد تمام طب ما انا عندي هنا ايه 2 الكترون الرصاص كم حد يفتكر العدد الذري بتاعه كم عشان نتذكر 82 82 تمام
ايه يعني 82؟ طب فوق هو حد يكون فاتح الكتاب يقول لي والله هو في العمود رقم كام، يعني في المدار الاخير بتاعه في كام الكترون؟ العمود رقم 4 ولا 7 ولا 6؟ طيب نعتبره في العمود رقم 5. تمام، كلمه العمود رقم 5 يعني في 5 الكترونات موجودين في المدار الاخير. طب من ال 82 يا حاج عبد الله في كام الكترون موجود متبقي عندي؟ متبقي عندي 77 الكترون، صح كده؟ وكم نواه؟ ونواه واحده، وخمس الكترونات في الخارج. طيب التفاعل اللي هو الفوتو الكتريك او التاثير الكهربائي بيتم في الالكترونات الخارجيه ولا الالكترونات الداخليه؟ الداخليه. طيب الكومبتون افكت في الخارجيه، والانتاج الازواج في الايه؟ في النواه من الداخل. مين لما يكون عندي انا 77 الكترون في الداخل وخمس الكترونات في الخارج كمثال، احتماليه التصادم اكثر تكون مع مين؟ مع ال 82، مع الـ مع الاكثر اللي هو 75. ايوه، يبقى بالتالي انا مش مرتبط بالطاقه دول، انا بتكلم عليه ان هو انا عندي طيارة ماشية، ما هو ممكن، أو عربية ماشية على سرعة 170 وعربية ماشية على سرعة 20، لكن هو حيصطدم بكام تصادم قدامه؟ هو قدامه 75 تصادم، فبالتالي حيديني الاحتمال إن هو يعمل الفوتو إلكتريك، ده هو الاحتمال الأكبر اللي هو الاحتمال إيه؟ الأول، عشان حيبقى هو عدد الإلكترونات أكتر عشان إيه؟ المادة ثقيلة. الاحتمال الثاني إنه لا، ده ممكن يروح يصطدم بالنواة أكتر، ولا احتمال إنه يصطدم بالإلكترونات الخارجية، ثلاث أربع إلكترونات خارجية أكتر؟ لا، الإلكترونات الخارجية أكتر. ليه؟ الإلكترونات الخارجية. طيب هقول لك سؤال، مين حجمه أكبر، النواة ولا الخمس إلكترونات متجمعين مع بعض؟ النواة. يبقى هو الاحتمال لو أنت هتبقى صح هقول رقم واحد أهو، تمام؟ وبعديها يبقى رقم كام؟ يبقى رقم ثلاثة، اللي هو ايه؟ انه يطلع لي كذا. بس ده هيعتمد على ايه؟ انا بركز على سؤال وعلى حاجه واحده بس، انه العنصر بتاعي العدد الالكترونات اللي فيه اكتر كام؟ يعني لو انا الرصاص مثلا فيه 7 8 الكترونات في المدار الخارجي، لا ده يبقى الرصاص ممكن احتمال ان هو الثاني اكتر، كومبتون سكتر، تشتت كومبتون، تمام؟ لكن انا عندي ذره فيها الكترون واحد وفي نواه، لا يبقى الاحتمال ممكن يصطدم ويقترب من النواه اكتر، تمام؟ يبقى انا لما باجي احسب اللي هو بيجيبه لي في السؤال غالبا يروح يقول لي والله انا عندي اشعه طاقتها كام، حدد لي الاولويات في التصادم. طبعا لما يكون الطاقه اقل من 1.2 بيبقى ما عنديش غير تفاعل واحد، تفاعلين بس. الطاقه اقل من كذا، اقل من 511، يبقى عندي تفاعل ايه؟ تفاعل واحد فقط لا غير، اللي هو ايه؟ الفوتو الكتريك، تمام؟ فدي الاحتماليات. بعد كده اتكلمنا على ايه امس ولا اول، اتكلمنا على حاجه اسمها ازاي بيحصل اضمحلال اشعاعي. قلنا الاضمحلال الاشعاعي ده هيحصل بنظام ايه؟ اللهم صل على محمد، التفاعل اللي هو الاكسبتيشن اللي هو النسبي او الايه اللوج، تمام؟ يعني الايه هتساوي ايه نود اي اس سالب لامدا تي. طب انت عندك كام قانون؟ قلت لي انا عندي اول حاجه انه العدد، عدد الذرات يتناسب تناسب طردي مع العدد الاصلي، وهيقل مع الزمن بنسبه محدده اللي هي معدل الاضمحلال بتاع الماده، ومعدل الاضمحلال ايوه، ومعدل اضمحلال الماده لامدا ده هيتناسب مع نصف العمر الايه بتاع الماده، تمام؟ فبالتالي هيكون عندي ال n بتساوي n نود اي اس سالب لامدا تي، واللامدا بتساوي لما جينا اخذنا التعريف بتاع نصف العمر قلنا لامدا دي بتساوي ايه؟ لامدا دي بتمثل نصف العدد، نصف عدد الذرات هيقل الى عدد الذرات هيقل الى نصف العدد الاصلي عندما تكون الزمن هو الزمن ايه؟ نصف العمر. فبالتالي رحت جبت منها قلت اللمضة بتساوي لين 2 اللي هو علامة 693 على التي هاف اللي هو نصف العمر. بعد كده خدنا سؤال جزء ثاني اتكلمنا عنه، قلنا ايه؟
قلنا انه الشده الاشعاعيه بتتناسب مع عدد الذرات. يعني لو انا عندي جرام من الصوديوم من السيزيوم حتكون الشده بتاعته غير لما تكون عندي 5 جرام، يبقى 5 جرام حيديني شده اكثر، فبالتالي الاي تتناسب مع الان. طب ما انا ممكن اقول ان الاي حتساوي عدد الذرات الاصليه اللي عندي الان مضروبه في معدل اضمحلالها، فده حيمثل لي الشده الاشعاعيه اللي هو الاي بتساوي ان في ايه؟ ان في لندا. طيب بعد كده قلنا والله انا يبقى ما دام الاي بتتناسب مع الان، طب ما انا اشيل الان من المعادله الاصليه بتاعتي واحطها ايه؟ اقول ان الاي الشده الاشعاعيه تساوي اي نود في اي اس سالب لندا تي. بس كده ما خدناش اي شيء ثاني، خدنا حاجه زياده ثاني؟ ما خدناش حاجه. جهنا بيقول لي ايه الحاج؟ بيقول لي اوجد في حاجه مش مفهومه يا شباب في اللي اتكلمنا فيه ده. دكتور عندي سؤال. أمر. ما يفرق معي اذا اعطيتني مقدار من الطاقه؟ ايه؟ اذا اعطيتني مقدار من الطاقه وقلت لي وش التاثير اللي بيكون اكثر؟ هل هو ضوئي او البير برودكشن؟ اللي يفرق معي زي ما قلت اللي هو عدد الالكترونات صحيح في المدارات او ثقل الذره نفسها. هيختلف اول حاجه بالطاقه بتاعتي، ان الطاقه بتاعتي لو كانت اقل من 511 ما عندهاش اي تفاعل مع اي حد غير انها تعمل فوتو الكتريك. لو كانت اكثر من 511 ميجي ام او بوينت و 511 ميجا الكترون فولت هتبقى معاها تفاعلين. لو كانت اقل من 1.22 من 1000 هتبقى تفاعلين بس، اللي هو الفوتو الكتريك والتفاعل الثاني اللي هو الكومبتن سكتر او تشتت كومبتن. لو كانت اكثر من كده هيبقى معاها الثلاث تفاعلات، بس مش معناها ان هي اكثر من كده هتعمل التفاعل اللي هو الاخير، لا دي ممكن تبقى عندها احتماليه الثلاث تفاعلات. طب ما دام هي طاقتها كبيره، الاحتماليه الثلاث تفاعلات دي هتختلف باختلاف الماده اللي هيصطدم بيها. لو ماده ثقيله خالص يبقى هيصطدم بالذرات الداخليه بالالكترونات الداخليه وممكن يكون لي ايه اللي هو الفوتو الكتريك، والاحتمال بعدها انه يصطدم بالنواه ويطلع لي اللي هو الاشعه الانكباحيه، والاحتمال الثالث او الثاني العكس بينهم انه يكون تصطدم بالالكترون الخارجي. انا عندي اهم شيء عندي بشوف الطاقه كم مقدارها. في سؤال ثاني يا شباب قبل ما نبدا في المسائل؟ معاكم ورقه وقلم ولا فلست النهارده؟ ورقه وقلم. الحمد لله رب العالمين. ورقه وقلم حاسبه. الله اكبر عم صالح، الحمد لله على السلامه. طيب يلا هنبدا نقول ايه؟ بيقول لي انا عندي هنا ايه؟ اوجد النشاط الاشعاعي. ما هو النشاط الاشعاعي للإريديوم 192 اللي يبلغ نشاطه الاشعاعي 100 كيوري عند تحضيره بعد مرور 148 يوم من تحضيره، حيث ان التي هاف بتاعتي 74 يوم. طب ايه عايز هو؟ ايه اول هيقولوا لي ايه المعطيات؟ اي نوت. اي نوت. اي نوت والتي هاف. والتي هاف وثاني والتي هاف وثاني التي التي ايه تي كم تساوي؟ 148 يوم. جميل، يبقى عندي اي نود وعندي التي وعندي التي هاف، محتاج الاي، يبقى خلاص دي سهل. هقول ايه؟ الاي يساوي الاي هتساوي كم؟ اي نود كم الاي نود؟ ب 100 ب 100 في اي اس كام؟ سالب لمدا. سالب لمدا. لمدا كام؟ كام لمدا هي؟ لمدا علامة 693 تمام؟ اعتهاف ضرب. أيوة تمام، ضرب 148 يوم. 148 يوم ده كله تقريبا على 74 74 يوم. 74 دكتور. 74 تمام. 4 الله يبارك فيك. 74 يوم. طب مين يقدر يجيبها من غير حاسبة في لحظة واحدة يقولها لي؟ يلا في لحظة واحدة من غير آلة حاسبة. فشلته. هجيب له نسكافيه. يمكن 1300. خطأ. عايز حد يكون ود ناصح كده، بص كده ولا بنت ناصح تكون تشوف الحاجة كده تقول لي لا دي أنا أقدر أقول على طول عليها إن الإيه هتساوي 50 من غير آلة حاسبة.
لان اكسبانيشن نص هذه نص صح ايه ايه النص ها ايه النص اكسبانيشن واحد سالب واحد طب غلط انا قلت 50 غلط ها 142 نصها 74 ايوه ايه ف تبقى كام يلا فنص النشاط الاشعاعي ايوه يروح. ايوه كيف نص النشاط يلا هدي لها جاي تدخلها مش عارف تدخل يا شباب حد يدخل برجله اليمين ويتكلم صالح ها تعبتوني والله طب استخدموا الآلة حاسبة اسهل وين مر نصفين الفترة تساوي ضعف نصف العمر حق الجلدة هي صح تمام طيب يعني 25 يعني انا بيقول لي هنا دي 74 يوم طب وهو بعد كام يوم بعد 148 يوم مش ال 148 عبارة عن 74 و74 يعني يعني معناها انه الفترة تساوي ضعف نصف العمر طب بعد اول نصف العمر ال 100 كيلو حيبقوا كام 50 50 طب بعد نصف العمر الثاني 25 25 والله شكلك انت الدكتور محمد تمام يبقى حتبقى كام 25 يبقى انا برضه دي لو انا عملتها من نظري لكن الاسهل والاحسن لا انا اروح اعمل ايه اكتب كده على طول يبقى اول شيء بالآلة الحاسبة اعمل ايه يا شباب اقول اضرب الاي وافتح قوس زي ما انا كتبت كده سالب علامه 693 ضرب 148 على 74 هتديني قيمه اضربها في 100 هتديني 5 وايه و20 ايه الاي هتساوي 25 كيوري طبعا هو ممكن احتمال كبير ما يجيبليش انها كيوري ولا غير كيوري يجيبها لي مثلا بالبكر يبقى اوتوماتيك اشيل كيوري واحط مكانها قيمتها بالبكرل وبعد كده اشوف الاجابات هل هي ميجا ولا جيجا احللها بعد ايه بعد ما اشوف الاجابه بتاعتي صعبه دي ولا دي مباشره في حد مش فاهم حاجه فيها السؤال السهل ده طيب بيقول لي ان عندي الفتره الزمنيه سؤال سهل الفتره الزمنيه اللازمه لخفض النشاط الاشعاعي الى النصف هي ايه عمر النص عمر النص طيب النشاط الاشعاعي لوحده الكتله او الحجم او المساحه النشاط الاشعاعي النوعي طب كتبت الاجابه بتاعت السؤال الاولاني يا شباب عشان ما ذكرتوش اللي حلناه في المساله الاولانيه عرفناها ازاي هنحلها تمام يا مساحه طيب بعد كده بيقول لي السؤال اللي بعديه ايه وحدة قياس النشاط الإشعاعي التقليدي المعياري التقليدي يعني إيه كلمة تقليدي؟ لا مش النظام القديم القديم أيوة وبعد كده هو دائما يقول لي والنشاط الإشعاعي العالمي تمام؟ يبقى اللي هو حيبقى الجديد اللي هو الستاندرد انترناشونال سيستم تمام؟ عندي بيقول لي وحدة النشاط الإشعاعي لو أنا بدأت من اليسار لليمين هنا بيقول لي بكرل ثم كيوري طبعا هو التقليدي ايه وحده نشاط الاشعاع التقليدي هي ايه بكرل ولا كيوري ايه كيوري كيوري يبقى اول اجابه لازم تكون كيوري طب ثاني اجابه هتكون ايه بكرل يبقى كيوري بعدها ايه بكرل طب وحده النشاط الاشعاعي دي سهله وحده النشاط الاشعاعي للسطح لازم تكون في ايه السطح بتاعي متر مربع متر مربع وحده الاشعاع لحجم يعني متر مكعب وحدة إشعاع للكتلة يبقى إيه؟ كيلو جرام. ثابت التفكك، وحدة ثابت التفكك. سكند سالب واحد. لكل ثانية. عشان اللمضة عندي إحنا جبناها معدل الاضمحلال بيساوي لين 2 على علامة 6.9 على التهاف، والتهاف بالسكند يبقى الإجابة بتاعت إيه؟ سكند إيه؟ أس سالب واحد. تسريع معدل الاضمحلال للنظائر الإشعاعية الغير مستقرة. اقدر اعمله بالطريقه الفيزيائيه ولا الكيميائيه اقدر ازود يعني ازود خلي اي سيزيوم ده ان هذا ايه يشتغل كويس ايه لا يمكن باي طريقه لانه عشوائي لان انا ما اقدرش اتحكم فيه لا يمكن باي طريقه فيزيائيه او كيميائيه تمام
ليه؟ لانه هو اصلا النظائر المشعه خلاص بطبيعتها شغاله، تمام؟ يبقى ما اقدرش ازود ولا اقلل من ايه، من معدل التفكك. عدد التفككات او الاضمحلالات في الثانيه تمثل مين؟ نشاط الاشعاعي. جميل. طب النشاط الاشعاعي رمزه ايه حج؟ لا عدد ان. عدد ان. لا ركز، النشاط الاشعاعي ايه؟ مين هو بيساوي حاجه على الزمن؟ مين بيساوي؟ دروك لسه قايلين ثابت الاضمحلال. الله يفتح عليك. لمضه. لمضه. لمضه ثابت الاضمحلال بتساوي علامه 693 على زمن، يبقى عدد التفككات في الزمن اللي هو ثابت الاضمحلال. طب ايه هم؟ سؤال ده سهل. ما هو نمط الاضمحلال اللذان ينتجان عنهما تولد اشعه سينيه؟ ركز في الاجابه قبل ما تجاوب. تحول داخلي. بيتا عند اصطدامها بالالكترونات الداخليه. اول سؤال احنا لازم نبقى عارفين اجابته. اول حاجه في السؤال اكون عشان عارفه، هو قال لي كلمه نمط اضمحلال، يبقى لازم تكون الحاجه كلمه اضمحلال دي بتحدث فين؟ في الالكترونات الداخليه ولا الخارجيه يا شباب؟ الاضمحلال يتم الداخليه. الالكترونات الداخليه ولا الخارجيه؟ الداخليه. في الكترون بيضمحل يا حاج اسامه. عيب عليكم يا شباب تقولوا داخليه وخارجيه. الاضمحلال لا يتم الا في النواه. في النواه بس. انتوا نسيتوني بعد ما سبتكم امبارح، نسيتوا ان انا بعمل ايه معاكم. انكباحيه وشو ما يا راجل. انكباحيه يا راجل، صبر يعني اشفع فيك. اضمحلال يعني الذره النواه تفقد حاجات وتهرب منها، تفقد الفا، تفقد بيتا، تفقد جامع. يبقى هو عايز حاجه يحصل من النواه، يحصل اضمحلال من داخل النواه ينتج عنها اشعه سينيه. الباشمهندس قال اول حاجه التحول الداخلي. التحول الداخلي ان في طاقه تطلع من النواه، ده اسمه يعتبر اضمحلال، تهرب تصطدم باي الكترون، تمام؟ الالكترون ده يسيب مكانه يروح يتعوض بالكترون اخر من احد المدارات، يطلع لي اشعه اكس راي سينيه. ايه النوع الثاني يا شباب؟ حد يفتكره لي يطلع اشعه سينيه؟ الالكترون من مدار الى مدار اذا رجع ضرب. لا لا، الاثاره ما عندك. احنا عايزين ايه؟ الاثاره وتحرك الالكترون من مدار لمدار اخر ده كله من برا. لكن الأسر. انا الاثر الالكتروني. ايوه الاثر الالكتروني هيحصل فيه ايه يا باشمهندس سوسان؟ يخرج نيوترون او بروتون. ايوه لا، الاثر الالكتروني ان النواه تكون ثقيله كده فيها بروتونات كتير خالص، تروح تجذب الكترون من المدار الداخلي القريب منها الكي او الال او تمام. اول ما تجذب فيه يتحول البروتون الى نيوترون، ويحصل انه لازم تتعوض بايه؟ بالكترون من مدار اخر، فيديني اشعه اكس راي ايه؟ المميزه. يبقى اذا النمط الاضمحلال اللي ممكن ينتج عنهم اشعه اكس راي مميزه هما التحول الداخلي اللي هي طاقه تطلع من النواه تصطدم بالكترون يهرب يتعوض بالكترون ثاني يديني اشعه مميزه. اثنين، انه النواه تجذب اليها تعمل عمليه اسر لالكترون داخلي، تمام؟ ويدخل الالكترون داخل النواه مع البروتون يتحول الى نيوترون، ويحصل تعويض عن الالكترون اللي حصل له اسر ده باي الكترون من مدار اخر يطلع لي اشعه اكس راي المميزه. طب ما هما ناتجه عمليه التحول الداخلي؟ وهات لي بعدها عمليه الاسر الالكترون. اول شيء ايه نواتج عمليه التحول الداخلي؟ الكترون بوزيترون. الكترون صادر. الكترون بوزيترون ازاي والالكترون صادر ازاي؟ التحول الداخلي يا شباب النتيجه بتاعته، مش انا التحول الداخلي عشان انا ابقى حافظه، عباره عن طاقه طلعت زي ما بتقول رؤى مشت من النواه واصطدمت باحد الالكترون، يبقى اول نتيجه ان الالكترون اللي اصطدم بيه ده هرب، يبقى في الكترون صادر. اثنين اللي بنسميه ايه؟ اقور الكترون، تمام؟ اثنين بيحصل ايه؟ ايه تاني؟ انه لما الالكترون ده هرب اتعوض عنه بالالكترون من مكان ثاني. نقص عدد الكتل.
لا نتج عن أشعة سينية مميزة. سينية مميزة. مميزة. صح كذا؟ يبقى أنا عندي التحول الداخلي نواتجه حاجتين، إلكترون أقوى إلكترون وأشعة سينية إيه مميزة. طب لو أنا بقول إيه هو الأثر الإلكتروني، نتائج الأثر الإلكتروني؟ أشعة سينية مميزة. أيوة وثاني. ونيوترون عنصر جديد. نيوترون. لا هو ماشي ممكن عنصر جديد، لكن أنا اللي حينتج منها من التفاعل ده حيطلع أشعة سينية مميزة فقط لا غير. تمام؟ وحيتحول. الأشعة المميزة اللي طلعت عندي يا حجة تمثل تميز العنصر الأول ولا العنصر الثاني؟ اللي هو النواة الأصلية الأم ولا النواة الوليدة؟ الوليدة. الوليده. يبقى ليه؟ لان هو بعد ما حصلش ان هي طلعت الاشعه السينيه المميزه غير لما الالكترون دخل النواه وارتبط ببروتون وتكون عنصر جديد اقل منه بكام؟ ازيد ولا اقل منه في العدد الذري؟ اكبر ولا اقل؟ عدد الذري ثابت. ليه يا عم صالح كده؟ ليزد بروتونات لان تحول الى الكترون. أنا بس عدد الذري عدد نقل نقص واحد أقل البروتونات وزاد أو عدد الذري ثابت. لا العدد الذري عدد الذري يقل لكن الكتلة ثابت. أنت قصدك زي ما نقول يزيد إن عدد الكتل يقل ثابت لكن عدد الذري يقل بواحد. تمام كده شباب؟ ماشي. يبقى أنا عندي في الأساس عشان ما ننساهاش إحنا دائما الحتة دي هي اللي بدق فيها لخبطة شوية اللي هي التحول الداخلي والأثر الإلكتروني. الأثر الإلكتروني فيه هيحصل انه ينتج عنه اشعه سينيه مميزه تميز العنصر ايه الجديد الوليد. تمام؟ عشان فيه هيبقى العدد الذري يقل بمقدار واحد ولكن العدد الكتل اللي هي ايه لا يتغير. طيب قال لي تفكك بيتا المتبوع احنا قلناها امبارح باضمحلال جاما فيكون في عدد جسيمات بيتا بالنسبه لعدد جسيمات جاما اكبر ولا اقل ولا كد ولا ما اعرفش ولا كل ما زي بعضيه. تفكك بيتا المتبوع باضمحلال جاما تكون فيه عدد جسيمات بيتا بالنسبه للجاما ايه؟ قلت والله اول امبارح ولا امبارح الجميع ما سبق يمكن يا جميع اي حاجه فيهم ممكن تحصل انا ما اعرفش العدد كام ما اقدرش احدده. تمام. طب تتولد الاشعه الانكباحيه نتيجه تسارع الالكترونات في الماده ولا فرملة الإلكترونات في المادة ولا انتقال المادة من مدار أعلى إلى مدار أقل ومن مدار أقل إلى مدار أعلى؟ فرملة. الانكباحية نتيجة إيه؟ للفرملة زي ما حد إيه ولدنا الأخير أخونا الغالي. طب نوع من الإضمحلال جاما يحدث بجميع الطاقات المصارة ويقذف بها الإلكترون في المدارات الخارجي فيمنحه كل طاقته. ايه هو؟ التحول الخارجي. التحول الخارجي. حد عنده اجابه غير كده؟ يا شباب تحول داخلي. التحول الداخلي. حد أسامة صحي وقال لي التحول الداخلي. في حد عنده حاجة تانية؟ التحول الداخلي ولا الخارجي ولا الأثر الإلكتروني؟ طيب في سؤال حقوله تاني. بس يا شباب احنا دائما لما نجي نختار الإجابة دائما في الاختيار عشان احنا مسائلنا كلها هتبقى اختيار من متعدد. دائما أقول بسم الله الرحمن الرحيم ما اختارش الإجابة الصح. أعمل إيه؟ أول شيء أروح أقول إيه؟ الإجابة دي استبعد خطأ. الله يفتح عليك. استبعد اسهل حاجه. بعد كده الاثر الالكترون هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي يقذف الكترون في المدار الخارجي. يبقى الاثر بيقذف ولا بيسرق؟ بياخذ. يبقى ما ينفعش الالكترون. طب لو تحول خارجي هي النواه دي خارج النواه ولا داخل النواه التحول؟ خارج النواه. خارج النواه. التحول داخلي. لا داخلي. هو طاقه داخل النواه. يبقى هو التحول عبارة عن طاقة داخل النواة اصطدمت بالإلكترون الموجود في المدارات الخارجية ودت له كل الطاقة وهرب. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ التحول إيه؟ ها؟
الدخيل. يبقى دائما انا ابدا بالان انا احذف الاجابه الخاطئه اللي انا متاكد ان هي خاطئه. طيب قال لي في عشان اعرف نظيره الهويه هويه النظير المشع باستخدام بيتا الموجبه، خلاك مش بيتا السالبه، بالبيتا الموجبه اللي هي الايه البيزيترون، يمكن لان الاشعه بتاعتها متقطع ولا لا يمكن لانه متقطع ولا لا ولا لا يمكن لانه مستمر؟ لا يمكن لانه مستمر. جميل خالص. يبقى انا يا عم الحاج ما ينفعش اي طيف مستمر اقدر احدد به اسمه ايه المصدر، يعني احدد به ايه انه يكون بصمه او هويه للنظير. طب مين الاطياف مستمر؟ اي الكترون او بيتا الموجبه او بيتا السالبه، بيتا الموجبه او السالبه، دول الاثنين طيفهم مستمر، فبالتالي لا يمكن ان انا احدد عن طريقهم ايه هويه النظير المشع. يبقى لا يمكن لانه طيف مستمر. فطيف بيتا الموجبه البيزيترون تتكون تتكون الطاقه المتحرره بشكل طيف مستمر ولا متقطع؟ مستمر قلناها احنا، مستمر. مستمر. تمام. مستمر. طيب الطاقه هتتوزع في الخيار الثاني. الله يفتح عليك. خلاص الطاقه بتاعتي هتتوزع فين؟ بين بيتا الموجبه. الله، يبقى استبعدت برضه الاختيار الاول. تمام. يبقى فاضل معايا اختيارين. الاول هو اجابه واحده، هو اختيار واحد. الثالث والرابع اجابه واحده. يبقى هختار ايه؟ انه بين بيتا الموجبه والنيترونو ايه المضاد دي. طب الاثر الالكتروني، ان انا هدخل الكترون داخل النواه، العدد الكتلي هيتغير؟ لا لا هيتغير. لا، عشان ما فيش حد عندي هيمشي بره الايه الذره، بره النواه. طيب يبقى ايه لا يتغير. يبقى الاجابه الثالثه الاولى او الثانيه. طب العدد الذري هيحصل ايه لما الاثر الالكتروني يقل؟ يقل الواحد يزيد يقل. ممكن ليه يزيد وليه يقل يا حاجه؟ يزيد ولا يقل؟ لا لانه اخذ بروتون مع مش الالكترون. ممكن يزيد الخيار الاول والثاني الثالث. الخيار الاول والثالث نفس بعض كله. تمام. يبقى انا عندي اول شيء ان هو العدد الكتلي ما حيتغيرش. مش حاجة رانيا انه الالكترون اللي حيدخل في النواه اللي هيحصل له عمليه اثر ويدخل النواه ملوش حل غير يا اما يرتبط مع بروتون او مع النيترون. هو هو ده شحنته سالبه، هيرتبط بشحنه موجبه اللي هي البروتون، فلما هيرتبطوا مع بعض يتحول البروتون والالكترون الى نيترون. نيترون. بالتالي العدد الذري يقل بمقدار ايه؟ يقل بمقدار واحد، مش يزيد عدد. مش البروتون اختفى واصبح نيترون. تمام. يبقى العدد الذري هو يمثل لي مين؟ البروتونات. طيب بيقول لي انبعاث مين يكون مصحوب بمحلال الفا وبيتا؟ دكتور. يعني السؤال اللي قبل الكتلي يزيد بس والعدد الذري لا يتغير؟ لا، العدد الكتلي لا يتغير، العدد الكتلي لا يتغير، لكن العدد الذري يقل بمقدار واحد. اوكي اوكي. طيب هنا بيقول لي انبعاث كذا يكون مصحوب بمحلال الفا او بيتا ويساعد في التخلص من الطاقه الزائده، مين؟ اشعه جاما. ممتاز، جاما. يبقى اشعه جاما هتعمل ايه؟ هي بتطلع دائما مع بعض بمحلال الفا او بيتا وينتج عنها ايه؟ وينتج عنها ان هي تتخلص الذره او النواه من الطاقه الزائده. طب هل بتتخلص من الطاقة الزائدة كلها ولا لا؟ مش احتمال. وليه؟ هل هتتخلص من الطاقة؟ لأن ممكن جاما طاقات متفاوتة ممكن تخلص. لا. سؤال يعني ايه؟ هل كل التفاعلات بتاعت ألفا وبيتا اللي هيتبعها أو يكون مصحوب معاها محلال جاما هتختفي منها الطاقة كلها؟ ولا لا ده ممكن يبقى متبقي فيها مقدار من الطاقة وتبقى فاكرين اللي قلت عليها الميتا ستيبل عدم اللي هي ايه؟ الاسترانشيوم اللي هو ايه؟ اللي هو الام اللي هو ايه؟ في رمز ام اللي هو بيكون لسه مش مستقر شوية. يبقى انا عندي انبعاث جاما، الاجابة الصحيحة انبعاث جاما يكون مصحوب بمحلال الفا ايه؟ وبيتا. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ النويدات المشعة. النويدات ايه المشعه التي تطلق في الحال اشعه جاما
وتتبع في الحال اضمحلال آخر، ولكن تطلق أشعة جاما مرة أخرى بس بعد إيه دقائق أو ساعات. تعرف إيه؟ لسه نقولها ما كملتش لحظات من الثواني حتى. شيء عدم الاستقرار، النويدات الغير مستقرة، الميتا ستيبل سميناها، شبه مستقرة باللغة العربية، فاكرينها؟ يا شباب يا شباب الغد، انتوا النت قطع عندكم وانا حاسس نفسي بكلم نفسي ولا ايه بالضبط؟ لا لا يعني النت موجود. طب خلاص ادفع الباقه وساعدني كلمني كلمتين. يبقى انا عندي النويدات اللي هي لما مش فاكرين احنا قلنا حاجه اسمها الميتا ستيبل، ان النويده تطلع اشعه جاما صح بعد ما حصل اي اضمحلال، لكن ما طلعتهاش كلها، تروح تقعد خد فتره موجود فيها جزء من الطاقه بنسميها ايه اشعه شبه ايه مستقره، تمام، وتطلع الطاقه دي بعد ساعه او ساعتين او ثواني بسيطه، تمام. وقلنا عليها ايه التكنيشيوم الام، تكنيشيوم 99 اللي هو تي سي، وبنحط عليه رمز كلمه ام كده صغيره، كلمه ام يعني ميتا ستيبل مش مستقره، تمام. ودي موجوده بيستخدم في المجال الطبي، لازم الجماعه اللي بيشتغل في ايه في النووي، طب النووي. طب هكذا بيقول لي العمليه التي بموجبها تنطلق اشعه جاما بعد دقائق شبه مستقر، ايوه تعرف اللي هي ايه شبه الاستقرار. طيب جميل. طيب بعد كده يقول لي جسيمات الفا عباره عن نواه ذره الصوديوم ولا الاكسجين؟ الهيدروجين. هيليوم. هيليوم هيليوم صباح الفل يا مصالح. طب في تفكك الفا سهل، يقل العدد الذري بمقدار كام؟ 4 2 والعدد الكتلي 4. يبقى الاجابه بتاعتي 4 2 و4، 2 ذري و4 كتلي. اشعه جاما هي موجات كهرومغناطيسيه عاليه التردد ولا منخفضه التردد ولا هي الكترونات عالية. ايوه ولا موجات ذات طاقه منخفضه؟ عاليه عاليه التردد. نوع من انواع تفكك بيتا الذي لا يطلق بيتا. ازاي؟ الله يفتح عليك. هو ما بيطلقش بيتا لكن حيسحب بيتا، ما بيتا مش هي نفسها الالكترون. يبقى خلاص يبقى كانه الاسل الالكترون هو تفكك من تفككات بيتا، لكن ما بيطلعش منه بيتا، لا ده بتختفي منه بيتا. سؤال نفس السؤال اللي حليناه المره من نص ساعه شويه. قال لي ما هو النشاط الإشاعي المطلوب عند تحضير مصدر إيريديوم 192 حيث تستغرق عملية نقل واستيراد المصدر 37 يوم، حيث مطلوب لمهمة بشدة مقدارها 20 كيوري؟ قولوا لي المعطيات إيه هي عند المعطيات؟ أنود 20 كيوري. واحد. أنت حضرتك بتقول لي إيه؟ إيه؟ أنود لا 20 كيوري. لا ارسوا على برا يا عم صالح وعم اسام. اينود ولا ايه يا شباب؟ اينود. اينود هذه 20. اينود 20 وتي هاف 37 يبقى النهايه 20 اصلا. كذا حج صالح، ركزوا مع صالح الراجل لسه متغدي غدوه حلوه بسم الله ما شاء الله، فصاحي معايا يا شباب. هو بيقول لي حيث هي مطلوبه لشده، يبقى مطلوبه لسه ما اشتغلناهاش صح؟ بينود احنا مطلوب لا يبقى انا عندي الايه هي ال 20 كيوري يا شباب يا بنات، عشان البنات ما ناموا بين او راحوا معاهم غسيل ولا حاجه. طب ايه اللي عندي المعلومه الثانيه؟ التي. الايه؟ التي سمول الزمن. التاو كام؟ 37. لا 37 يوم صح كده؟ طب ايه عندي تاني معطى يا شباب؟ التهاب. التهاب الله يفتح عليك كام؟ هندوره. ايه هندوره هنلاقي كام؟ 74 يوم، احنا لسه جايبينه من شويه صح كده؟ طب ايه المطلوب عندي حاج؟ اينوت. اروح اكتب كده خلاص. ايه القانون اللي يقدر يجيب لي الناس دي كلها مع بعض؟ اللي هو الايه يساوي النوت في ايه والسالب لمضتي سالب، اقول يبقى الاي نوت في الاي وافتح قوس ايه سالب زيرو لمضه اللي هي علامه 6 9 3 ضرب كام الزمن بتاعي 37.
تقسيم على 74 تقسيم على 74 وقف القوس. خلاص حتى ممكن انت ما برد عشان تريح دماغك من غير ما تعمل قوانين وتالف زي ما انا بالف. 74 هذه منين جت؟ ال 74 دي يا باشمهندس عشان اللي هي نصف العمر بتاع عنصر الإريديوم، وانا حيكون هو الدهوني شويه كده يعني قبل الساعه 6 كده و10 6 كده قولوا لي ايه افتح لنا اسمه هو الفورمولا شيت او بكره حتى مش مشكله. هو بيديني المعلومه دي بس ما بيدهنيش مباشره، مش بيقول لي يا باشمهندس الإريديوم نص عمره كذا، لا بيديني شويه ورق كده باللغه الانجليزيه ولا بالعربي من ورا خالص مكتوب فيهم ايه الإريديوم شد النصف العمر بتاعه الفيزيائي ونصف العمر البيولوجي. الفيزيائي مثلا 74 يوم والبيولوجي مثلا يومين او ثلاث ايام. تمام، فانا باخد ايه الفيزيائي اللي هو التي هاف بتاعي اللي هو 74 يوم ده عندي. يبقى انا راح اقول اقول 20 هتساوي الاي نوت، واشوف الاله حاسبه يا شباب. اروح اجيب ايه بدل ما كده اريح دماغي اقول الاي شفت لين افتح قوس سالب علامه 693 ضرب 37 تقسيم 74 قفلت القوس يساوي كام كده، اروح اقسم ده يساوي كام علامه 0.7071. تمام، يبقى الاي نوت عباره عن كام 20 على 7071 كام طلعت يا شباب؟ 2.72 ايه 2. انتوا جايبين الاله الحاسبه بالتقسيط ولا دفعتوا فلوسها كاش؟ تقسيط تقريبا 28. اللهم صل. مين اللي قال لي 28 ده؟ كلام ثاني باشمهندس صالح ولا مين؟ الله يرحمه. فيوري صح كده ولا غلط؟ تمام يا شباب، تمام باشمهندس، تمام. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني حضرتك لما انت هتروح هتسيب اللي المهندس نظار الكردي وربنا يكرمك وتروح شركه تصوير صناعي اشعاعي هتقول والله انا عايز استورد مثلا مصدر مشع عشان انا محتاجه 20 كيوري هتهولي 28 او 29 كيوري او 28 ونص كيوري لغايه لما يوصل لي يكون 20 وابدا اشتغل بيه. تمام ولا شباب ولا مش تمام؟ مفهوم المثل دي؟ يا مفهوم. تمام يا بنات يا شباب اللي مش فاهم نراجع، احنا مش مشكلة معنا الوقت، ممكن نخلص بدل ما نخلص الجمعة نخلص السبت نخلص الحد نخلص الاثنين، انا ما في مشكلة عندي، اهم شيء ان كنتوا تطلعوا فاهمين. طيب هنا بقى كده بيقول لي ايه السؤال اللي بعده، ما هو مقدار الوقت اللازم لمصدر من الكوبالت 60 نشاط الإشعاع 2 مايكرو كيوري عشان يصبح 200 بكرل؟ ما هو الوقت اللازم لمصدر مطلوب تي؟ المعطى A و A نوت عندي إيه؟ الـ A والـ A نوت والـ T هاف. لحظة عشان أنا مش ما أركز معك، اقول لي ايه انت قول لي، قول لي انت عندك بتقول لي انا عندي الاي. طب الاي بكام يا باشمهندس؟ 200 بكرل. لا 2 مايكرو كوري 2 مايكرو كوري فنحوله. يا حاج الاي 200 بكرل. الاي 200 ولا الاي نود 200؟ لا الاي الاي مايكرو كوري 200 لان هيصبح هيبقى. طب لو انا بقول الاي نود، الاي نود كام يا شباب؟ 200 200 بكرل. لا الاي نود 2 مايكرو كيوري. كده الاي نود اللي هي 2 مايكرو كيوري الاساسي صح كده؟ صح. وهو عايز يحولها يخليها تبقى الاي تصبح 200 بكرل. طب ايه عندي ثاني؟ تي هاف. تي هاف نص العمر. عندي التي هاف يبقى عندي ايه؟ عندي التي هاف بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي 5.3 سنة. عايز مين؟ عايز الزمن صح كده؟ يبقى تمام دي سهلة دي. أنا أقول إيه؟ أقول اللين هي لازم استخدم. هقول إيه يا شباب؟ بس لازم شيء نحول يا دكتور. نحول. الله يفتح عليك، اللهم صل على النبي. يبقى لازم أحول الوحدتين يكونوا زي بعض. الأسهل أحول مين؟ أحول أخلي
الاي نود سوري البكر الاي نود تساوي كم؟ 2 2 في 3 7 لا الاول لا مش عندي مايكرو في 10 سالب 6 10 اس سالب 6 7 في الكيوب كم؟ 37 في كم؟ في 10 اس 9 يساوي كم دي؟ 2 الاول نخلص استنى سوري مش 10 اس 9 مش سالب 9 انا اسف صح كده؟ يكون 2 في 37 بكام؟ ب 74 في 10 اس 3 الله يفتح عليك 10 اس 3 صح كده؟ وحدتها ايه؟ بكر الله ينور عليك يبقى عندي ايه؟ الاي اللي هي 200 تساوي 74 في 1000 احط لها 3 اصفار عشان يريحكم انا 3 اصفار يا سيدي تساوي في كام؟ في اي اس سالب اس سالب كام؟ علامه 6 9 3 3 ضرب التي على تقسيم مين؟ 5 5 فاصلة 3 يبقى انا اعمل ايه؟ اقسم 200 على 74000 اشيل السالب دي اروح اعكس اقول 74000 على 200 على 200 ولو انا جيت رحت قلت اخذ لين اخذ لين مباشره الله ينور عليك اقول لين افتح قوس 74000 على 200 تمام يعني ايه 74000 على 200 ال 200 خليكم معايا حذفته وحذفت صفرين من فوق ما عملتش حاجه صح حذفت الاثنين وبقيت ال 74 على 2 بقت 370 270 صح كده ما عملتش حاجه جديده يساوي كام لين ده؟ يساوي كام؟ 5.9 اي لا كمل. علامة 6 9 3 ضرب تي على 5.10 تقسيم 5.3 يبقى معناها التي بتساوي كام يا شباب على طول؟ لين 370 لين 370 بيساوي 5.9 من عشرة يبقى عشان يبقى جبتها صح إيه؟ لين 305 وتسعة واحد من عشرة في خمسة فاصل ثلاثة خمسة فاصل ثلاثة تقسيم قسمة صفر فاصل ستة تسعة ثلاثة يبقى فيه خمسة وثلاثة من عشرة على علامة ستة تسعة ثلاثة يساوي كام يا شباب اللي جبتوها لي يساوي 45.22 الله ينور عليك يعني 45 ايه يوم صح لا سنة الله سنة. الله اكبر عشان انا دخلت بالزمن بالسنين تطلع الاجابه عندي بالسنين تمام يا شباب اه دكتور نعم الحين احنا قلبنا الصح علشان يروح السالب صح ايوه عشان يروح السالب اوكي دكتور عندي سؤال هل الاختبار محدد بوقت هل يمديني احل المسائل هذه معي وقت او ما معي وقت لا 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 الاختبار بيبدا في 2022 ينتهي في 2023 2024 السؤال يا دكتور انه في المسائل هذه هل في يعني بهزر معك انا انك انت بتدخل على اختبار فيه 50 سؤال على مده 3 ساعات اي ممتاز يعني معي 3 ساعات على 50 سؤال بس الذكاء عاد الذكي بيعمل ايه يروح يحل الاسئله السهله الاول النظريه لا السهله سهله مثل الخيارات اللي قبل شوي هو كل أيوة لا وأكون متأكد إن إجابتي صح يعني أنا في 50 سؤال السؤال الأول شفته وكنت حليته 3-4 مرات قبل كده ومتأكد من الإجابة الصحيحة أعلم عليه لا أنا لسه مش متأكد أسيبه وأدخل على اللي بعده وبعد كده أرجع على إيه على الأصعب سنة وبعد كده على الأصعب دكتور. أيوة 50 سؤال كلها النجاح من كم دكتور من 70% من 35 سؤال إجابة صحيحة حلو طيب انت تكلمت الى عام 23 ايش هذا ما سمعتك ايه انت قلت الى غايه 23 2023 ايش هذا لا ان هو السؤال الاختبار حيجيك يوم سنه 2020 وترجع الاجابه ان شاء الله ترجعها للهيئه يوم 2023 يعني تجديد الرخصه قصدك لا يا بهزر معواد النتيجه 2050 لا النتيجه 2030 ان شاء الله ما تتاخرش عمر ما يتاخروا في الاجابات
طيب قصدي انه هو الاسئله حتبقى 50 سؤال، انت بتحل على 35 سؤال اجابه. اهم شيء الحرفيه، انك انت تبقى عندك الحرفيه انك تجاوب الاسئله السهله وخلي الصعبه بعدين. طب دكتور بعد اذنك، في المسائل دي في حاجات بيديك قوانين ولا بيديك مثلا معلومات؟ حوريك انا، هتلاقي كل حاجه هو ادها لك اجابه، بس الذكاء انك تعرف فين الاجابه هي صح. يعني القوانين اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها هو هيكتبها لك، مش حفظ يعني. ده انا هو هيديها لك مكتوبه، بس انت يبقى انت عارف ان القانون ده بيستخدم كذا ومعطياته كذا، بس يعني ايه النوع بتاعته اللي هو نظام مشد شعاب كذا وكذا. هي مش القانون اللي اختار الاجابه، كأنه كتاب اوبن بوك بالنسبه لك، بس انت ما هتكون فاهم تعمل ايه. ايوه، هي المشكله الوحيده في ايه، انك انت ازاي هتختار السؤال بتاعي مين فيهم اللي ينفع. فعشان كده انا دايما ببدا بقول ايه، اكتب المعطى واكتب بعد كده الايه المجهول، وهتبص ورا هتلاقي ده في قانون هو الاي اي نود تساوي كذا، ما ينفع هو روح حلم. طيب ايه تاني؟ لازم الآلة معاك يا ندى، عشان كده أنا بقول يا شباب أنتوا معايا إن شاء الله النهاردة وبكرة وبعد لما ربنا يدينا العمر، يا ريت تبقى الآلة اللي هتدخل بيها الاختبار امسكها في إيدك، لأن والله كلنا إحنا آلاتنا أغلبها بتبقى مختلفة، والله أغلبنا ما كانش 90% مننا عارفين الإجابات صح وكل شيء، الخطأ عنده في التحويل، الخطأ عنده في استخدام الآلة إنه يحط الإي أس سالب كذا من غير ما يحط القوس، فدي هي المشكلة اللي بتحصل عندي. هي المشكله يا دكتور في الاقواس صراحه، يعني انا اعاني من هذه المشكله. ما انا بقول لك، ما عشان كده دائما احنا ايه، الاله نمسكها في ايدينا، عشان لو انا انت طلعت اجابه ما تتكسفش لما تطلع اجابتك مختلفه عن اجابتي، ممكن اكون انا المخطئ، تمام؟ ولو انت المخطئ نعرف الخطا جاء من فين، جاء ان انا من استخدامي ما حطيتش قوس ولا حطيت ايه ولا ضربت الاجابه الاولانيه. يعني زي ما انا بقول هنا عايز اجيب ال 200 بتساوي 47000 74000 اي اس سالب كذا على كذا، طب ما الاسهل اعملها في الحساب، اقسم ال 200 على ولا ال 74000 على ال 200 واخد اللين بتاعها بعد كده يديني القيمه، اضربها في ال 5.3 وبعد كده اقسمها على العلامه 693. الترتيب في في المساله الحسابيه هو اللي يديني الاجابه صح. الاختبار لغايه دلوقتي يا شباب هو لسه ما تحددش يكون حضوري ولا اونلاين، هم الاونلاين هيبقى صعب انه يبقى فيه اختبار اونلاين، لكن هم الهيئه بتحاول انه ممكن يكون احتمال، لأنه هو تأجل أكثر من مرة، وفي اختبار مفروض يكون في 21-11 نوفمبر، لكن لسه ما تحددش يعني. طيب السؤال ده كده مفهوم يا شباب؟ سهل إن شاء الله يعني، أتمنى لو في حاجة ياريت تقولوها. طيب اللي بعديها بيقول لي إيه، مصدر مشع الكوبالت شدته كان 3 كيوري، قيست في سنة 66، كم الشدة الابتدائية مقدرة بالبكريل؟ مصدر مشع، حد يجاوب لي الإجابة دي بس من غير ما يفتح الورقة من ناحية، يعني بس تحويل. والله ينور عليك. دكتور أيوة حاجة راني، أنا عندي سؤال بالنسبة للسؤال اللي قبل، وحدة التي تكون بال بإيش؟ وحدة التي في في المسألة السنة بالسنة يكون الناتج وحدة. ما أنا حقول لك، لما أخذ القانون بتاعي الـ A بتساوي A نود E أس سالب لندا تي، الزمن اللي هتدخليه في عمر النصف هو هيطلع الزمن بتاع ايه، الوحده نفسها بتاعت الزمن العادي، تمام؟ يعني بيكون بالسنه. لو انا دخلت عمر النصف بالسنه هتطلع الاجابه بالسنه. اوكي تمام. طيب السؤال الثاني عم من الحاج اللي بقول له ايه، بيقول لي عندي مصدر كذا كذا وقسناه في اول يناير في سنه 66، عايز اعرف الشده الابتدائيه مقدره بالبيكرل، هتبقى هحسب الاي ولا الان بتساوي ان نود اي اس سالب لامدا تي، اخذ مين فيهم؟ لا مباشرة أحول من 3 كيوري للبكريل. ضفت عليك الزيازيد، ممتاز. أصلاً هو بيخدعني، هو معوش ولا حاجة، هو حيروح يقول إيه، يقول لي طب ما أقول لك بس على طول الإيه تساوي 3 × 7 × 10^9 بس خلص الموضوع، صح كده؟ صحيح. جميل، الله يفتح عليكم، الله يبارك لكم. طيب دكتور بعد اذنك، بس هو برضه بيديني التحويل من الوحدات برضه في الامتحان ولا مكتوب؟ مكتوب كل شيء، يعني بيديني القوانين والتحويل نفسه بين الوحدات كل حاجه، عارف حتى الشرح النظري اللي شرحناه امبارح، بنقول لك لما بنتحكم بنقول تصادم الفا ولا اسمه ده تصادم الفوتونات مع الفوتو الكتريك والكومبتنس سكاترنج والبير برودكشن، هتلاقي مشروع، تخيل.
والله والله بقول لك انا حورها لك ذوك ان شاء الله ذوك شويه ترى اجهزها لك واوريها لكم تمام. طيب تمام ان شاء الله. على فكره احنا والله يعني بفضل الله تعالى يعني احنا اخر اختبارين المعهد عندنا الحمد لله رب العالمين الوحيد اللي هو بيبقى نسبه النجاح الدخول فيه اكثر من 70% من اللي بيدخل الاختبار بفضل الله تعالى ان شاء الله. ده باعتراف الهيئه وهي بعت لنا خطاب شكر قبل كده يعني. السؤال بعد كده يا شباب ترى ممكن ترجع شوي ارجع وين اللي قبل هي ايه ده قلنا احنا عباره عن ايه ده تحويل مباشر هو بيقول لي مصدر شدته كان 3 كيوري قيست في سنة يناير 66 يناير 99 2000 بس هو بيقول لي اوجد الشدة الابتدائية طب هي الشدة الابتدائية اللي انا قستها خلاص حضرب اقول 3 اشيل كلمة كيوري وحط مكانها قيمتها بالبكرل اللي هي حتساوي 37 في 10 اس ايه 10 اس 9 بيقول لي عندي عينة ده سهلة برضه نفس امبارح حليناها عندي عينة من نويدة مشعة نقية تم قياسها خلال 5 دقائق الساعة 11 صباحا وكانت النتيجة 55430 عدة ثم تم عدها لمدة 5 دقائق عند الساعة 3:10 بعد الظهر وكانت النتيجة 1750 عدة وكان متوسط الخلفية الإشعاعية 20 ما هو نصف العمر للنويدة المشعة؟ أنا حتى بيه أول شيء يا شباب هذه عندي N و N نوت و T جميل عندك أنت بتقول لي عندي ال N بكام طه؟ ال N 55430 ناقص 20 دي N ولا N نود؟ ركز على معي N لا النوت إيه. النوت الأساسية دائما N نود هي اللي تبدأ في الزمن الأول اي N نوت ال N نود 55420 410 410 عشان خصمت طرحت منها ايه خمسه خليك معايا يا شباب والبنات في انا عندي 45 واحد الله اكبر ما فيش فيهم واحد غير الاربعه اللي شغالين الباقي اللي نايم ولا كان مثلا سايب الموبايل ومشى تمام عمنا الحاج ممدوح ولنا وسالنا عدت شويه وريما والهنوف والحكاوي دي كلها دي اللي مش فاهم حاجه يتكلم عشان احنا ما فيش وقت مش وانا ما بحبش في حياتي انا اعدي صفحه الا يكون فاهمها تمام انا عايز اللي مش فاهم يتكلم اكتر من اللي فاهم ماشي يبقى 55400 وصلت انت الحمد لله على السلامه لجي ركبت تاكسي ولا جيت على كده ناقص 20 صح كده تساوي كام 55410 بس 55410 ايه وحدتها عد لكل كل انا بسال وحدتها ايه عايز وحدة بالعربي اللغة الإنجليزية كده يا شباب يلا ها اللي هيقولها أقول عليه count pair أيوة يلا يلا ده في ناس count لكل سكند حلو سي بي إم يا عم محمد ممتاز يعني إيه حتكون لما بيقول لي count يعني معناها بكرل الشدة اللي شايفة قصب إيه يا إما بكرل يا إما كيوري تمام يا عم عدنان انت ما بعزك عدنان ما حدد لي يا دكتور طيب ايه هو ما قال ليش بس انا بديك بدام قال لي كلمه عدد مش العدد هو عباره عن بكرل مش تعريف الشده الاشعاعيه يا اما عدد الاضمحلالات في الثانيه او هو الشده الناتجه عن اللي هو الكيوري هو عباره عن الشده بتاعت اضمحلال 1 جرام خلال الثانيه وحيديني عدد كبير خالص لا لما يكون هنا بس عدد بس في النهايه دكتور ما احتاج الوحده انا لا لا مش محتاج انا بسال سؤال بر يا سلام احنا شيني صلاح خليناها كده وحسميها ايه كاونت بير مينيت يس ينفع طيب عشان عدنان ما يزعلش بعد كده بيقول لي ايه الاجابه السؤال الثاني الان نود كا دي الان نود الان حتساوي كام 1730 1750 ناقص 30 ممتاز كاونت بير مينيت ايه ثاني ايه عندي معلومه ثاني عندي تي تي التي اللي هي كابتر اللي اسمه تي عاديه اللي تساوي كام 5 من الساعه 11 الى الساعه 13
الساعة 11 حنبدأ، يبقى أول ساعة حتعدي عندي 12 واحد، الساعة 2، الساعة 3 كده 4 ساعات وكم دقيقة و10 دقائق. الأربع ساعات فيهم كم دقيقة يا شباب؟ 64 كم؟ ب 240 و10 دقائق يبقى 250 250 دقيقة منت. ممتاز خالص. إيه بعد كده عندي عايزة هو خلاص أحط في القانون مباشرة، أقول كام 1730 صح كده يساوي 55410 في اي اس سالب كام علامة 693 تمام ضرب كام الزمن 250 ايوه على اسم التيها تمام. ده كله اروح اجيبه بالآلة الحاسبة بمصر معنا حلين. الأسهل أروح أعمل إيه؟ أروح أقول أنا ها عشان بشيل السالب ده دائماً، عشان أشيل السالب حروح أقول على طول 55410 تقسيم 1730 وروح أروح أرجع تاني أقول لا طب ما ليه ما نكتبش كده؟ يقول لي اكتب لي لنطة. أقول لك أهلن فاهمين الكلام اللي بقوله؟ نخش تمام؟ إيه واضح تمام. وحطيت كده يساوي كام؟ يساوي كام يا شباب؟ أضرب علامة 693 ضرب 250 يساوي كام؟ يساوي 1173 علامة 25 تقسيم التهاف. التهاف بتساوي كام كده؟ يبقى عندي أنا التهاف أهو حقول هتساوي هتساوي ايه؟ لن 55410 ايوه تقسيم 1730 يطلع صباح الفل يا عم يزيد. لا انا عندي التهاب دي من تحت هتطلع إيه من هنا تبقى فوق يبقى هيبقى العكس هتبقى 173 25 قسمة اللن تقسيم كام افتح لن. قوس لن وافتح قوس ثاني كام 55410 تقسيم على 1730 واقفل ايه القوسين ادتني القيمه كام 49.9 الله ينور عليك 49 علامه 9 7 كام 6 ايه يعني مينتس الله ينور عليك عشان انا كنت شغال بالمينتس يبقى هتطلع الاجابه عندي بالايه بالمينتس صعبه تمام تمام دكتور كتبتوها ولا حد عايز يكتبها ولا شوي افتح صح شوي اوكي هي الخلفيه الاشعاعيه هي 20 عشان كده احنا خصمنا منها تمام يا حجة صارت سهلة الحمد لله خلاص كتبنا يا شباب ناسي معلوم هذه المسائل هذه هل تجي مشابهة للمسائل هذه في الاختبار أو يعني اختلاف الأرقام واختلاف لا, لا 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 لازم يكون في اختلاف طبعا شيء طبيعي ممتاز بس إنه يعني نفس الفكرة ونفس الفكرة والسهولة نفس السهولة ما في شيء صعب بس هو عارف حاجته هي الوحيدة إيه الصعبة إن أنا جيب لك المسألة من غير اختيار إجابة هو مش قلت وروح يجيب اختيار إجابة بس اختيار الإجابة هي اللي تتعبك مش المسألة إزاي يعني؟ أنت حضرتك إحنا طلعناها كام يا شباب من دركت أنت الإجابة بتاعتنا؟ طلعناها مثلا بدقيقة يمكن يكون حاط بالثانية أو الساعة طلعتها أنت حوالي 49 دقيقة و7 من 10 ولا 9 من 10 يعني 50 دقيقة صح؟ لا ده ممكن يروح يكتبها لي باليوم ممكن يكتبها لي بالثواني تمام؟
يقول لك فيغير الاجابات بتاعت الوحدات بتاعت الاجابه هو اللي يخلي لي الدنيا ايه صعبه. دكتور السؤال نفسه كان بالمنت، ليش يغير لي بالنهايه بالدي او لا؟ ما عشان يعرفك انت اخترتي صح ولا غشيتيها من جنبك. يعني هو هاجي يكتب لك هنا انت قلتي ايه 50 منت، تمام؟ دي الاجابه اللي انت طلعت لك. طب هو لو قال لك عباره عن 3000 او كام، كتبها لك 2000 وكام، احنا قلنا 49 وكام في المية يا شباب عشان حذفت انا 97 صح؟ 97 ايه راح قال لي الاجابه بتاعتي عباره عن ايه 2988 سكند. هيبقى هنا هتبقى الاجابه الصح. حولها انا ما لو يعني ممكن يكتب لي ايه، يقول لي 48 او 49 هيكتب لي كده 49 دقيقه تمام و50 دقيقه او 251 دقيقه، ويكتب لي 2988 سكند، ويكتب لي 2908 سكند. اربع اجابات عندي، 49 دقيقة إجابة، و50 دقيقة إجابة، و2988 إجابة، و2908 إجابة. مين الإجابة الصح يا شباب تختاروهم انتو؟ 2983 قريبة، حول من منت إلى سكند. طب ما أنا ممكن الإجابة بتاعتي يا شباب، أنا أول ما اخترت الإجابة طلعت لي 49 و97 من 100، أروح أختار أنا استسهلت واخترت 50، وجاء البشمهندس هو بيعمل في الحسابات كان ايه في تقريب ما حسبوش وكتبها 49، وفي واحد راح يختار لا حولها ولقي انه لو حول خلاها 50، يعني انا عندي بتقول لي ايه ال 50 في ال 60 يدوني 3000 ثانيه. طب لكن انا الاجابه الصحيحه 2988 هي ادق اجابه. يبقى انا عندي لو هو ما كتبش، لو دي مش موجوده ودي مش موجوده ومكتوب 49 و47 و2800 اختار 49 هي ادق عشان اقرب من الصحيح. طب لو 49 مش موجوده مكتوب 50 و2800 ثانيه و2300 ثانيه و52 هختار ال50، لكن لو ال45 لو ال50 موجوده و49 موجوده و2988 موجوده تبقى هي الصحيحه الوحيده دي، يبقى هختار ادق واحده فيهم. وعلى فكره برضه حتى في الاسئله النظري هو بيجيب اسئله اجابتها الثلاث اجابات منهم على الاقل صحيح صحيح صحيح، لكن في واحده هي الاصح. طيب دكتور لو قال نويده مشعه غير نقيه كيف احلها؟ ايه كلمه يعني نويده مشعه غير نقيه وايه نويده مشعه نقيه، الفرق بينهم؟ ما ادري. كلمه نويده مشعه نقيه يعني حتطلع مصدر واحد من الاشعاع، هو يا جاما يا بيتا يا الفا، حاجه واحده بس. كلمه اشعه من نويده غير نقيه يعني حتطلع اكثر من مصدر مشع، فيها اكثر من مصدر مشع. لكن انا عندي هنا بتكلم على الارقام بس اللي هي 11 الصبح و55000 والكلام ده، تمام؟ يقول لي هنا انا عندي شويه اسئله، قال لي عندي الاضمحلال، عندي ثابت الاضمحلال، عندي الشده الاشعاعيه، عندي البكر، عندي الكيوري، عندي نصف العمر. اختار الاجابه الصحيحه. قال لي وحده الشده الاشعاعيه الجديده التي تعدل واحد تفكك في الثانيه ايه هي؟ بكر. طب عدد التفككات في الثانيه ايه هو؟ البكرل برضه. ثابت اضمحلال. كده عدد التفققات في الثانية هو الثابت الاضمحلال بتاعي. اللمضة. لا البكرل وحدة وتعريفها هي الوحدة الشدة الإشعاعية الجديدة. القديمة اسمها كيوري، فالجديدة اسمها بكرل وتعادل واحد تفكك. لكن عدد التفككات في الثانية هي ثابت الاضمحلال وده يختلف من كل مادة ومادة. صح ولا خطأ؟ ممكن يكون برضه اختياري خطأ.
بيقول لي ايه هو الجزء من الذرات الغير مستقرة الذي يضمحل في وحدة الزمن؟ شد رشاية نصف العمر شد رشاية. طب نصف العمر دي مش هو زمن؟ انا هنا بيقول لي زمن، هو بيقول لي عدد ذرات. صح كده؟ صح. طب لو انا انتم مختارين كلكم الشده ولا حد مختار حاجه غيرها؟ محلال اشعاعي. طب الحاجه بتقول محلال اشعاعي. ها طب نعتبر ان انا وانت احنا الثلاثه متضللين مش عارفين نختار الاجابه الصحيحه يعني. طب خليه واروح اللي بعده. الله ينور عليك، الله يفتح عليك. طب خليه. طيب بيقول لي شكل منحنى الاضمحلال، برضه انا مش عارف، سيبه مني اختار. طب اللي بعده بيقول لي الوقت الذي نختاره. هذا عمره النصف. عمره النصف عليك، يبقى انا عندي عمر النصف خلصت منه، البكر خلصت منه، هالاجابتين دول خلصت منها. طب بالضبط انا خلصت منه. الوحده القديمه للشده الاشعاعيه اللي هي ايه؟ كيوري. كيوري. يبقى هم الثلاث اجابات عندي هم خلصت منها. فاضل عندي ايه؟ عدد التفققات في الثانيه، قلنا يا اما هو ايه ثابت الاضمحلال، خلاص خلصنا منه صح؟ هذا خلصنا منه. فاضل عندي الاضمحلال الاشعاعي والشده الاشعاعيه. مين فيهم عدد الذرات الغير مستقله التي تضمحل في وحدة الزمن، ومين هو شكل المنحنى الاضمحلال؟ مين؟ أنا خليني في شكل المنحنى الاضمحلال. مين فيهم؟ الشدة. طيب خلاص اخترت الشدة. لو اللي في وحدة الزمن اللي هو اللمدة. لا لمدة خلاص اخترناها ثابت الاضمحلال، ده خلاص عرفناه. معدل الاضمحلال هو عدد التفققات في الثانية، ده لمدة. لكن أنا بيقول لي عندي حاجتين أنا مش عارفهم، مش عارف أختار بينهم. الاضمحلال الإشعاعي والشدة الإشعاعية، إيه إجابتهم الصح؟ مرة بيقول لي الجزء عدد الجزء من الذرات الغير المستقر الذي يضمحل في وحدة الزمن. الإضمحلال الإشعاعي. طب حضرتك بتقولي الإضمحلال، طب والبشمهندس اللي بيقول لي الشدة، أختار مين فيكم الصح؟ طب أنتوا فاكرين الشدة يا شباب رمزها إيه؟ إيه صح؟ الإيه بتساوي إيه في المعادلة بتاعتها؟ إيه نوت؟ لا سيبك من المعادله دي، هات معادله ثانيه. لمده في ان. الله يفتح عليك. لمده في ان يعني ايه؟ لمده في ان مش لمده، لمده يعني الايه بتساوي ايه كده؟ اكتبها يعني الايه بتساوي اها لمده في ان بتساوي ان ضرب لمده. لمده عباره عن كام؟ مش علامه 6 9 3 الله يفتح عليك 6 9 3 على التهاب. التهاب التهاب ده يعني ايه؟ زمن. سكن ثمن. وهنا عدد الشده الاشعاعيه اللي انا عايز اعرفها من القانون ده بقول ايه؟ هي عدد من الذرات التي على زمن في الزمن يعني الشده. يبقى الجزء من الذرات غير المستقره الذي يضمحل في وحده الزمن اللي هو مين؟ اللي هو الشده الاشعاعيه. الشده الاشعاعيه. يبقى انا ممكن لو عايز اعرف اي تعريف، احنا كنا صغيرين في الثالثه ابتدائي ولا ثاني ابتدائي، يقول لك ايه؟ خلي الاغلب خليه كنت الوحده وقول الباقي، يعني ايه؟ انا بقول هنا الشده الاشعاعيه، بروح اقول ايه؟ الشده الاشعاعيه هي عدد من الذرات الغير مستقره في وحده الزمن عندما تكون التي بتساوي واحد. يبقى كده الاجابه الصحيحه بتاعت ايه؟ الشده الاشعاعيه هو جزء من الذرات الغير مستقره. طيب شكل المنحنى خلاص هو المين؟ الاضمحلال الاشعاعي. يبقى انا عشان ما نتلخبطش اللي كان على القهوه وبيشرب شاي ولسه جاي دلوقتي، اقول له الاجابه الاولانيه وحده الشده الاشعاعيه هي البكرل. الاثنين عدد التفككات في الثانيه اللي هو مين؟ هو ثابت الاضمحلال. ثلاثه الجزء من الذرات غير المستقره الذي يضمحل في وحده الزمن هو الشده الاشعاعيه. شكل المنحنى هو الاضمحلال الاشعاعي اللي هو ايه؟ فاكرين اللي واخد شكل كده اللي هو سوري اللي واخد شكل ايه؟ منحنى لتحت الاسفل، تمام؟ الوقت الذي يستغرقه نصف العدد اللي هو مين؟ نصف العمر، عمر النصف، تمام؟ الوحده القديمه هو الكيوري. صعبه؟ لا. تمام. بيقول لي مصدر مشع شدته 100 ملي كيوري حوله ل 100 بكرل وللبكرل وللكيلو بكرل.
سهل خالص اروح اعمل ايه اول اول شيء من الكوري الكوري اها الشده يساوي 100 واضرب اشيل كلمه ملي حطها بكام 10 سالب 3 10 اس سالب 3 في الكيوري بكام ب 37 في 10 اس 9 خلاص كده كده ايه وحدته هذه كوري بكر بكر تمام اول شيء هو عايز ايه بالميجا انا الاول اسوي الحكايه دي تحت عشان ما اعملش لخبط تساوي فكر او شيء هنا 10 اس 9 وهنا 10 سالب 9 سالب 3 هيبقى 10 اس كام 6 يبقى هيبقى 37 في 10 اس كام اخليه دكتور 8 واشيل الصفرين الواحد 100 ما شلتنا الله يبارك لنا فيك يا رب تمام بكره خلاص كده سهله طيب هو عايز ايه الاول عايز ميجا اروح اقول اساوي 37 في 10 اس 8 واحط كلمه ميجا واقسم على قيمتها الميجا بكام 10 اس كام 6 6 يبقى هيساوي كام 10 اس 6 تطلع فوق ب 10 اس كام سالب 6 10 سالب 6 يبقى الاي هتساوي 37 في 10 اس 2 10 اس 2 ميجا بكر ميجا بكر او عاوزها بالبكر انا جبتها بالبكر خلاص اللي فوق عايزها بالكيلو بكر نفس الشيء اقول يساوي 37 في 10 اس 8 10 اس 8 في كيلو كيلو واقسم على قيمته اللي هو 10 اس 3 صح صحيح يبقى هيساوي ايه الاي هتساوي 37 37 في 10 اس 10 اس 3 10 اس 6 10 اس 5 سوري 5 5 ايوه كيلو بكر صعبة لا واضح هذا لا وقتين يا رب دي سهلة دي نفس المسألة بس هنعكس اوكي يا شباب دي تحلوها لي وتجيبوا لي الإجابة صعبة دي تحويل اسهل عايز بيقول لي ما هو النشاط الاشعاعي لعينه من الكوبلت عدد ذراتها 10 اس 20 دي انا جاوبتها في المحاضره امبارح صح ولا غلط ايه اللي هو اقسم اي على لمتا عايز النشاط لا يا باشا ايه اقسم ان في لمدا ان في لمدا ان في لمدا عشان الايه هتساوي ايه ان في لمدا الايه هتساوي ان بكام ب 10 اس 20 في لمدا علامه بوينت علامه 6 9 3 تقسيم 5 وكام نص العمر بتاع الكوبالت 5.3 0.3 سوري 0 بكام حد يفتكره 5.3 من 10 ايوه كامل الإجابة هتكون هي 5.3 من 10 ولا 5.2 من 10 يا شباب مالك هدير انت حسيتي من ثلاث سطر فين الثلاث سطر ده الإجابة هنا عندي نصف العمر بتاع الكوبالت 5.2 من 10 ولا 5.3 من 10 في حد فصل مننا ولسه ما رجعش 74 يوم لا 5.3 سنة طب ايه الخطأ اللي انا كتبته هنا انا كتبت حاجة خطأ ومش عارف ارجع فيها هم بسنة نحوله الى ثانية الله يفتح عليك مش يا شباب انا قلت في المعادلة بتاعت الاي بتساوي ان في لمدة لازم الزمن يكون بالثواني عشان تعريف الشده هنا بالبكر والبكر اللي هو عدد المحللات في ثانيه يبقى لازم اقول الايه هتساوي ال10 اس 20 في صفر علامه 6 9 3 واجي اقسم امبارح قلتها بالضبط 5 و3 من 10 في 365 ربع فتحت ايه سوري فتحت قوس تمام 5.3 من 10 في 365 وربع في 24 في
60 في 60 وقفلت القوس وقلت لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهلة؟ طيب في القانون ده الوحيد، القانون ده الوحيد اللي لازم ألتزم بالزمن يكون بالثواني. دكتور الله يعطيك العافية، أنت أوكي قسمت 365 بوينت 25، هذه البوينت 25 كيف جبتها؟ تمام، احنا قلنا في في حاجة اسمها اللي أنا بمشي هنا بس بالسنين الشمسية، العمر الشمسي أو السنة الشمسية، تمام؟ السنة الميلادية بيسموها. السنة الشمسية أو الميلادية دي فيها كل سنة 365، لكن كل ثلاث سنين تاجي سنة زي السنة اللي احنا عايشين فيها دي بتبقى 366 يوم، يسموها سنة كبيسة، تمام؟ فعشان ما اعرفش ان السنة اللي بنحسبها دي كبيسة ولا بسيطة، فبنجمع 365 زائد 365 زائد 365 زائد 366 واقسمهم على أربعة، يديني ان السنة تحت حوالي 365 وربع يوم، تمام؟ فعشان كده ايه بنحسبها كده. طيب دكتور، يعني عدد الايام في السنين 360 يوم؟ لا، 365 في السنة الشمسية 365، 2020 366، وعد انت وماشي معايا. عشان احنا في سنة في شهر اسمه شهر فبراير بيبقى الطبيعي 28 يوم، لكن ياجي في سنة كل ثلاث سنين السنة الرابعة يبقى 29 يوم. مفهوم يا شباب؟ مفهوم. ده السؤال جاوبناه، مصدر إريديوم 192 عمره نص 74 يوم، نشاطه كان 100 يوم، عايز أوجد نشاطه بعد مرور 144 يوم، هقول الشدة دي المية تمثل الإي ولا الإي نود يا شباب؟ إي نود. الإي نود هتبقى 100 كيوري، يبقى الإي المجهول الإي هيساوي 100 في الإي أس سالب لندا علامة 693 على التهاف اللي هو 74 يوم، 74 يوم مضروب في 144 يوم، تديني النتيجة بتاعت ايه مباشرة. قال لي إذا كان عملية استرداد أو استيراد ونقل مصدر إريديوم 192 من لحظة تحضيره حتى لحظة استخدامه بتاخد لها 40 يوم، عايز أعرف الشدة المطلوبة في لحظة التحضير حتى تصل الشدة ايه 10 كيوري، ايه المعتاد؟ هذه ايه وعندي التي 40، وهي عندي تاني معطى تهاف اللي هو 74 يوم، كده انا عايز ايه الاي نود، صح؟ بس يبقى هكتب ايه الاي بتساوي ايه نود اي اس سالب لامدا تي، ومنها اجيب الاي نود واديني ايه القيمه بتاعتي بالحساب، تمام؟ لما بجيب الاي نود في القانون بخليها بدل ما سالب لامدا تي بتبقى ايه مفيش السالب، عشان عكست فاكرينها. ايه ايوه تمام. صعبه دي يا شباب؟ قال لي عند التعرف على هوية النظير المشع بقياس جسيمات بيتا يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن لأنه طيف مستمر. ضفت عليه، يبقى الإجابة الثالثة. في تفكك بيتا السالب الطاقة المتحررة تكون بشكل طيف إيه؟ مستمر. مستمر. السالب ونيترينو مضاد. السالب. الخيار الأول. أيوة الخيار الأول. لا، في بيتا السالب والنيترينو بس، دي خطأ، أنا آسف. في بيتا السالب، بيتا السالب والنيترينو. أوكي شباب؟ لا يمكن لأنه مستمر، وبيتا السالب مع النيترينو بس، ما فيش حسب النيترينو المضاد. النيترينو المضاد مع البيتا الموجبة. أوكي شباب؟ معلش تحدث اللي قبل. بيقول لي هنا في بيتا السالبه اللي هو ان هو عندي مين في بيتا، مين في النواه بيطلع بيتا السالبه؟ مين في النواه بيطلع بيتا السالبه؟ النيوترون. النيوترون يتحول الى بروتون ويطلع بيتا السالبه، تمام؟ فهيطلع بيتا السالبه معاها نيترونيو، مش نيترونيو مضاد، تمام؟ اللي هتطلع عندي الطاقه تتوزع بين النيترونيو والبيتا الايه السالب، دي الإجابة الصحيحة بتاعتها.
طيب في بيتا السالبة العدد الكتل يزيد ولا يقل في تفكك بيتا؟ لا يتغير لا يتغير العدد الذري يزيد بمقدار واحد يزيد عشان يزيد بمقدار واحد يزيد عشان النيترون حيتحول لبروتون الى بروتون. طيب في تفكك جاء الفا جسيمات الفا تنطلق بايه؟ هي متعدده للطاقه ولا قيمه واحده للطاقه وقيمه متعدده لكل واحده منهم مقدار ثابت ولا جميع ولا لا شيء؟ ممكن واحد قيمه واحده الاول قيمه واحده للطاقه الفا انها تحدد الاجابه لا هي متفاوته المقادير ولا حتبقى قيمتها لا مقدار ثابت لازم يكون مقدارها ثابت اول حاجه يا شباب دي اول اجابه صحيحه بعد كده هي تطلع بقيمه واحده الاول ولما تتفكك ولو حصل تفكك تتابع معها هيبقى فيها قيمه ثانيه مختلفه عشان هيبقى عنصر جديد اللي تكون عندي فاكرين لما اليورانيوم طلع الفا طلعها بطاقه معينه وتتابع ثاني طلع لما طلع الفا بقي يورانيوم ولا بقي اسمه ثاني اتغير يبقى بالتالي حيروح يبقى ايه ممكن يطلع بايه بقيمه مختلفه ثاني لكن كل واحده منهم يعني قيمه الفا اللي طلعت من اليورانيوم ثابته قيمه الفا طلعت من الابن من هي الدوتر هتبقى ليها قيمه ثانيه ثابته تمام كيف الاشعه الانكباري قيمه ثابته ومقدار يعني كيف قيمه واحده بعدين قيمه متعدده بعدين مقدار كيف يعني القيمه والمقدار بصي يا حاج انا عندي اليورانيوم لما تفكك طلع من يمين طلع الفا ماشي ايه الفا اللي طلعت من اليورانيوم دلوقتي قيمتها ثابته ولا ليها قيم مختلفه قيمه ثابته بس واحد طب لما طلعت الفا من اليورانيوم اليورانيوم اللي طلع الفا ده وتحول لعنصر جديد ولا تحول لقاعد زي ما هو يورانيوم لا تحول لثيريوم تحول لثيريوم ولو طلع يورانيوم ثاني لو طلع الفا ثاني هيبقى بنفس قيمه الطاقه الاولانيه ولا بقيمه مختلفه مختلفه يبقى هو الفا في تفككها ممكن تطلع لان احنا يا شباب الكوبايه اللي انا قدامي دي اللي فيها 1000 ذره من اليورانيوم 1000 ذره من اليورانيوم في اللحظه دي انا بقيس فيها الفا ليها قيمه دي بتاعت اليورانيوم بس اصلا من اسبوعين كان في ذره يورانيوم تحولت لثوريوم والثوريوم تحول لبلوتينيوم فالبلوتينيوم برضه طلع لي الفا فالكوبايه هتطلع الفا ليها قيمه والفا ثاني ليها قيمه عشان كده بقول قيم متعددة للطاقة والكل منها مقدار ثابت إن القيمة يعني في كل عنصر يطلع مقدار ثابت وأنا الكوباية أو العينة اللي عندي مش مفصول فيها كل واحد أول ما تحول اليوراني متحول لثوريوم اتغير لونه من أبيض لأسود فهماني؟ فهو لسه موجود فعشان كده الاثنين موجودين في نفس الوقت أيوه إن الأم والبنت بتاعتها موجودين في نفس التوقيت اوكي شكرا دكتور انا عندي هنا بيقول طيف الاشعه الانكباحيه مستمر متقطع لا شيء كل شيء متقطع طب لو متقطع مستمر لازم يكون مستمر يا عم محمد ولا يميز الايه العنصر طب طيف الاشعه المميزه متقطع اي شيء اي طيف متقطع يميز مين يميز متقطع الفا وجاما وايه والاشعه المميزه فاشياء اسمها اشعه متقطعه الاشعه طيب دكتور. ايوه بالنسبه للخيار الثالث هذا مستمر متقطع يكون ولا غير منطقي لا غير منطقي تمام فانا عندي اشعه سينيه واشعه جاما والفا كلهم ايه الطيف متقطع زي كده بيبقى عنده شارب لكن اشعه اللي هي اسمها الاشعه الانكباحيه مثلا هتلاقيها ايه الطيف بتاعها كده مستمر ايوه اهو واخد كده هو بيتا او بيتا زي كده وفي الطيف الثاني اللي هو ده المحلل بيبقى زي كده اسمه ايه لكن المتقطع اللي هو يبقى زي كده زي 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 اشعه اكس راي الانكباحيه الاشعه اكس راي المميزه فيبقى ده الشارب ده او الهيد دي تميز لي مين تميز لي العنصر ده ايه اسمه تمام فده اسمه ايه المتقطع
لكن المميز حيبدأ من الصفر لغاية أقصى قيمة ويرجع للصفر، خلاص مش حيعرف يميز لي حاجة. وإحنا الأشعة الكبحية دائما بنستخدمها يا إما عندي في المجال الصناعي، ممكن استخدمها في أجهزة القياس النووية أو في أجهزة برد التصوير الصناعي الإشعاعي، تمام؟ يعني في دي أو في دي. في جزئية بس بسيطة يا شباب عشان ممكن يكون نسيت أمس، التقيس بتاعنا في التصوير الصناعي في اختبار بتاع الصناعي اللي هو مسؤول الحماية في المجال الصناعي، أنا قلت لكم أمس أجهزة القياس النووية، وقلت لكم أمس التصوير الصناعي الإشعاعي، وقلت لكم الإسبار بتاع الأبار، وفي حاجة اسمها النقل الآمن، النقل بتاع المواد المشعة، دي تعتبر من ضمن الترخيص، وبتدخل الاختبار برضه بتختار منه، يعني الاختيار الرابع بتاعه اسمه النقل بتاع نقل النظائر المشعة أو النقل الآمن للنظائر المشعة، وده برضه يمكن ناس كثيرة ما بتدخلهوش، وفجأة بنلاقي الشركات محتاجة ناس فيه، تمام؟ إنه يبقى لازم في مسؤول عندي لنقل النظائر المشعة، وبرضه بيبقى هو بتاع النقل ده، ممكن الشركات اللي بتشتغل في الويست أو في النفايات المشعة برضه بتبقى محتاجة مسؤول يكون مسؤول نقل نظائر المشعة. بيقول لي تتولد الأشعة المميزة للعناصر نتيجة تسارع الإلكترونات ولا فرملة الإلكترونات ولا انتقال الإلكترونات من المدار أعلى إلى مدار منخفض ولا من مدار منخفض إلى مدار أعلى. من عالي انتقال الإلكترونات من عالي لمنخفض. يبقى الانتقال لما يطلع من عالي إلى منخفض حتطلع الأشعة السينية، صح؟ صح. ممتاز. لكن هو لو هو في اي مساله راح تطلع فوق هو وطالع فوق ما حيطلعش اشعه، لكن لما يرجع هو اللي حيطلع الاشعه. التفاعل بتاع النيترونات من مصادر الفا بريليوم. مين الفا بريليوم؟ الامريشيوم يصطدم يطلع الفا ويصطدم بالبريليوم اللي هو عنصر اسمه البريليوم. الامريشيوم ده يكون مصدر من مصادر الفا، لما يصطدم بنواه ذره البريليوم يطلع لي مين؟ يطلع لي نيترون. يبقى الفا بريليوم يديني نيترون، الألفا بريليوم يطلع لي مين؟ يطلع نيترون. وفي تفاعل تاني في عناصر، بدل ما استخدم أمريشيوم استخدم مصدر يطلع بدل ما ألفا يطلع لي جاما، تروح جاما تصطدم بنواة البريليوم وتطلع لي مين؟ وتطلع نيترون برضه. فأنا عندي يقول لي تفاعلات المنتجة للنيترونات من مصادر الألفا بريليوم تعتبر جاما نيترون ولا الفا نيترون ولا كذا، يبقى هختار الفا. لكن لو قال لي جاما جاما بريليوم او جاما عنصر ثاني، يبقى لازم تكون المصدر الاساسي بتاعي جاما، هو مصدر الطاقه يصطدم بنواه وينتج عنه النيترون. فالاجابه هنا الصحيحه الفا نيترون بريليوم، الاجابه الصحيحه الاولى. دكتور ايوه هذا السؤال فيه منه يعني كثير راح يجي، لانه حسيت ما فهمته صراحه. السؤال ده ولا لا؟ هذا السؤال ده احنا مش قلنا فيه أجهزة القياس النووية اللي اتكلمنا عنها أمس، تمام؟ من ضمنها في حاجة اسمها مصادر بتطلع النيترونات. عشان أطلع النيترون قلنا النيترون مش هيطلع غير أصلا غير بفعالات نووية أو بعض التفاعلات النووية. التفاعل النووي إنه هو يكون عندي من مصادر ألفا زي الأمريشيوم، عنصر اسمه الأمريشيوم 241، تمام؟ ده أوتوماتيك في طبيعته بيضمحل ألفا، تمام؟ فأنا بيكون عندي هنا بوتقتين في الجهاز، وممكن بكرة ولا بعد غدا أوريها لكم، تمام؟ بيكون عندي بوتقة هنا هي فيها بودرة بتاعت مين؟ بتاعت الأمريشيوم، وهنا عندي بوتقة تاني فيها بودرة من البريليوم. لو فتحت البوتقتين طلع أشعة جسيمات ألفا اصطدمت هنا بالبريليوم، يروح ينتج عندي من التفاعل النووي ينتج عندي نيترونات. فالتفاعل بتاع الفا بريليوم، الفا بريليوم هو ينتج من امريشيوم بتفاعلها مع مين؟ مع البريليوم. مفهومه يا شباب؟ تمام. بيقول لي مصادر النيترونات الفوتونيه مين؟ الاجابه جاما. خلاص مدام قال لي فوتونيه خلاص يبقى جاما على طول من غير ما اختار اي اجابه ثانيه، تمام؟ الجاما مع البريليوم ينتج لي ينتج نيترون. طب تتولد الاشعه السينيه الانكباحيه نتيجه التسارع السلبي تباطؤ جسيمات بيتا في الماده، ولا تسارع جسيمات في بيتا في الماده، ولا انتقال الالكترونات من مدار عالي الى منخفض، ولا منخفض الى عالي؟ تباطؤ التسارع السلبي.
التسارع السلبي هو مين؟ اللي هو تباطؤ بيتا. طيب يبقى الإجابة الأولى مصدر الكاليفورنيوم، قلنا احنا الكاليفورنيوم تمام دي ايه اللي هو كاليفورنيوم 256، هو كمصدر بعض الاجهزه ممكن تحط المصدر الكاليفورنيوم هو بيطلع نيترونات بطبيعته، يبقى بس ايه الاضمحلال بتاعه نيترون تمام، بيطلع نيترونات شديده التفاوت وبايه وبشكل متجانس تمام. طيب تفكك الفا المتبوع باضمحلال جاما قلناها امبارح انه الاعداد تكون كل ما سبق ممكن تبقى اقل ولا اكثر ولا يساوي، انا ما اعرفوش زي تفكك بيتا المطبوع بايه باضمحلال جاما. في اضمحلال جاما العدد الذري يزيد ولا يقل والعدد الكتلي ما يتغير؟ لا يتغير ولا يبقى الاجابه الثالثه لا العدد الذري يتغير ولا العدد الكتلي يتغير. طيف جاما عباره عن طيف متقطع ولا مستمر؟ متقطع. متقطع يدل ولا لا يدل؟ يدل على هويه. يبقى الاجابه الثالثه الايه طيف متقطع ويدل على هويه النظير. تنطبق اشعه جاما بمقدار قيم متعدده للطاقه متفاوته المقادير، قيمه وحيده للطاقه وقيم متعدده كل منها مقدار ثابت ولا جميع ولا غير؟ ثاني واحده ثاني. قيمه وحيده للطاقه وقيمه متعدده للطاقه. قيمه وحيده للطاقه ولا قيم متعدده للطاقه؟ قيمة وحيدة. قيمة متعددة للطاقة لأن كثير العنصر. هي بص يا شباب، هو هنا لما بيحدد ما بيحددش على عنصر واحد، هو بيتكلم في المجمل على جامع. ففي جامع في عناصر بتطلع قيمة وحيدة للطاقة، عناصر تطلع جامع واحدة طاقة واحدة، وفي عناصر بتطلع قيم متعددة للطاقة زي مين؟ زي السيزيوم. هنا السيزيوم بيطلع قيمة واحدة للطاقة مقدارها علامة 6 أو 67% ميجا إلكترون فولت تمام. قيم متعددة وكل منها مقدار ثابت زي الكوبالت 60. الكوبالت 60 بيطلع طاقة أولانية 1.17% ميجا إلكترون فولت، والطاقة الثانية 1.37% أو 0.3 ميجا إلكترون فولت. واحدة فيهم بنسبة مثلا 94% والثانية بنسبة 6% تمام؟ برضه ممكن يكون الأرقام أنا ممكن يكون برضه فيها خطأ، لكن أنا كمثال تمام؟ يبقى أنا عندي إنه أشعة جاما ممكن تنطبق بقيمة وحيدة للطاقة زي السيزيوم، وممكن تنطبق بأكثر من قيمة للطاقة، لكن كل قيمة منها لها المقدار الثابت، كل قيمة منها إيه؟ لها مقدارها الثابت زي مين؟ زي الكوبالت. مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ اي مفهوم مفهوم. الطاقه التي تكتسبها او تفقدها شحنه اللي هي تساوي شحنه الالكترون عند اجتياز وفرق جهد المقدار 1 فولت، ايه هي؟ الالكترون فولت. مش الالكترون فولت يا شباب، هو مقدار الطاقه اللي يكتسبه او يفقده الالكترون لما يتجاوز الفولت بتاعه 1 فولت، مش هو الوحده اللي بنستخدمها في الطاقه مع الالكترونات ومع النواه والكلام ده؟ اللي بيستخير ربنا وعايز يتكلم وبعد كده بيرجع بيكون زاره جاره في الحلم انه ما يتكلمش ولا ايه بيحصل؟ صحيح. طيب يلا عشان اتعرف على هويه النظير المشع اقيس الفا ولا بيتا ولا كل ولا لا شيء؟ ألفا. بس ألفا الإجابة الصحيحة الأولى. الطيف الناتج من تفكك ألفا هو متقطع ويدل على هوية النظير، صح؟ صح. الإجابة الثالثة. بعد كده هنا بيقول لي شوية تعريفات احنا ايه حافظينهم زي اسمنا، الأشعة المؤينة ايه هي وألفا بيتا وحكاوي ايه دي كلها، بس أنا عايز أعرف ايه أتذكر أقول ايه. أقول ألفا دي كانت عبارة عن لما تتفكك يفقد منها العدد الذري 2 والعدد الكتل يفقد 4. بيتا ما بيحصل فيها الأوقات بيتا موجبة، هيكون فيها العدد الذري هيحصل له لو بيتا موجبة تفكك بيتا الموجبة لا يقل يا شباب، عشان بيتا الموجبة البروتون يتحول لنيترون فالعدد الذري هيقل 1 تمام، لكن عدد الكتل ايه هيزيد 1. عدد انا بيتا السالبة لا العدد الذري يزيد 1 والعدد الكتلي برضه ليه لا يتغير. جاما ما بيحصلش فيها تغيير، التحول الداخلي اللي قلنا عليه عبارة عن طاقة هتصطدم بأحد الإلكترونات تمام؟
تصطدم بأحد الإلكترونات وتروح يحصل لها إيه؟ الإلكترون ده يهرب، ينتج عندي إلكترون منطلق اسمه أجاور إلكترون اللي هو الإلكترون أجاوير، تمام؟ وينتج عندي أشعة إكسرية مميزة عشان هيتحرك الإلكترون. الأشعة السينية تحول الأثر الإلكتروني، لا الأثر الإلكتروني يدخل النواة ويحصل له إيه؟ يتحول البروتون إلى نيترون، فالعدد الذري هيقل واحد وينتج برضي أشعة سينية إيه؟ مميزة. مفهوم يا شباب الجزئية السهلة دي الحلوة النهاردة تكلمنا فيها اللي تعبناكم فيها؟ مفهوم. ناخد رستك قد إيه؟ ربع ساعة كده. ربع ساعة، جميل. يبقى إن شاء الله إيه؟ نلتقي خمسة إلا إيه؟ ستة إلا ربع.